الايكو ده حاجه يعني very beneficial, safe بالنسبه للعيان, relatively cheap, كان بي ريبيتد وبيت سايد تيست, علشان كده هو اليوز بتاعه هتلاقيه موجود في كل مكان, ومفروض انك انت تبقى عارف على الاقل الفيوهات وعارف انت محتاج تستخدمه في ايه. It's the most operator dependent investigation, فعلشان كده اللي انت بتكتبه اللي بيشوف التقرير وراك حتى لو شاف الصور مش هيعرف يعمل كومنت عليها, هو محتاج تبقى انت اللي بتعمل ايفالويشن. يعني قصه ان انا ابعت صوره فريم واقفه دي مش بتديني, مش بتخلي اللي بيقرا التقرير يعرف تو انتربريت الصور اللي انت بعتها, فهو بيعتمد على الاوبريتور, فلازم تبقى فيري اكوريت اثناء الاكزامينيشن. تاني حاجه لازم تسمع العيان, وعلشان كده اللي بيشتغلوا الايكو هم ايكو كارديوجرا, يعني كارديولوجي مش راديولوجي. ليه؟ لان انت محتاج انك تاسكلتيت البيشنت الاول, اسكلتيت عشان تدور على فايندينجز, لو لقيت عليه مورمر, لقيت عليه اس 3, لقيت عليه اي حاجه تبقى بتدور عليها, ممكن تلاقي حاجه كونجنيتال في عيان ادلت. ففي الاول لازم تستخدم السماعه تسمع العيان تشوف ايه الفايندينجز اللي فيه, وتاخد منه شورت هيستوري علشان تبقى عارف انت داخل بتشتغل بتدور على ايه. الايكو ممكن يتعمل من كذا حاجه, احنا هنتكلم عن اول حاجه فيهم اللي هو الترانثراسيك ايكو, بس في حاجات تانية. في الترانثراسيك اللي هو بنشتغل من تشست وول العادي, في الترانس اوسوفجيال ايكو بالبروب بتاع الترانس اوسوفجيال, زي العيان بيبلع البروب اندر لوكال انستيزيا, وبعد كده بتصور من الاسوفجس, فانت بتبقى شايف الهارت بوستيريور من البوستيريور فيو. ليه استخدامات علشان تشوف الليفت اتريوم اوضح, علشان تشوف البروثيتيك ميترال فالف, ليه استخدامات بس دي مش قصتنا دلوقتي. وفي حاجات تانية جاست فور نوليدج اللي هو الانترا كاردياك, ده بروب بيدخل زي بروب القسطرة وبتصور الهارت فروم انسايد. وفي الايفاس اللي هو الانترا كرونالي, الانترا كرونالي ده نوع من الالترا ساوند, الايفاس ده نوع من الالترا ساوند واير زي بتاع البي سي اي, وبيدخل ويصور الكرونريز من جوه وتشوف الديستريبيوشن اوف كالسيوم السيجنيفيكانت اوليجن لو حطيت لو قست عليه الفلو. الموداليتيز المختلفه اللي احنا موجوده في الايكو ان جنرال هو ال2 دي ايكو اللي هي 2 دي ايمج بتفرج عليها وبشوف ايه الفايندنجز اللي فيها, الام مود اللي هي الموشن مود او المود مع التايم, السيجمنت بتتحرك ان ريليشن تو تايم, وفي الدوبلر بالفرايتيز المختلفه بتاعته سواء كلر دوبلر, بالسد ويف دوبلر او كونتينوس دوبلر, وفي التيشو دوبلر ايمجينج, وفي الكونتراست ايكو ده مش موجود عندنا بس هو ده حاجه موجوده, اللي موجود عندنا فيري سمبل انك تعمل اجيتيتد سلاين فيعمل شكله كانه كونتراست. في 3 دي و 4 دي, وفي الحاجه الاخيره اللي هو الديفورميشن ايمجينج الاسترين والاسترين ريت. احنا اساسا كلامنا هيبقى على النورمال ايكو والبيزك فيوز, هنتكلم على الترانثراسيك زي ما اتفقنا. في عندنا اماكن معينه بنبص منها عشان نشوف الهارت, الهارت ده محطوط جوه الثراسيك كيش فهو مقفول عليه, فانا محتاجه ان انا يبقى عندي ويندو اشوف منها الهارت. اول ويندو اللي هي الباراسترنال ويندو, الباراسترنال ويندو دي بتبقى ما بين الثيرد والفورث ليفت انتركوستال سبيس جنب الاسترنال, تمام. في الابيكال تاني حاجه الابيكال ويندو دي بحس الابيكال امبلس وبحط عليها البروب بتاعي, وهنشوف بالتفاصيل احنا هنعمله ازاي. وبعد كده في السب كوستال ويندو دي بتبقى تحت الزيفسترنم, وفي السوبراسترنال ويندو او السوبراسترنال ويتش نوتش من السوبراسترنال نوتش بتاعت العيان. الحاجات دي بيزك محتاج ان انا اشوفها في كل عيان, كل واحده منهم بطلع منها داتا معينه, هنقول كل فيو بنطلع منها داتا ايه. في حاجات تانية ساعات بحتاجها في العينين الكونجنيتال او في مشكله تانية اللي هي الرايت لاترال او الرايت ابيكال. الرايت ابيكال طبعا لو عيان عنده ديكستروكارديا فانا لو حطيت ابيكال في الفيفث ليفت انتركوستال ريزيس مش هلاقي حاجه, فانا محتاجه ان انا اشوف رايت ابيكال. الرايت لاترال ساعات بحتاجها لما بكون بعمل اسسمنت لاورتيك ستينوزز, او بكون محتاجه مش عارفه اجيبه كويس من الابيكال 5 تشامبر زي ما هنتكلم, ساعات بحتاج ان الرايت لاترال. وفي الكونجنيتال هارت ديزيز طبعا بحتاجها, لكن البيزك هم الاماكن اللي احنا اتفقنا عليها واللي هنتكلم على كل حاجه فيهم, باراسترنال ابيكال سب كوستال وسوبراسترنال. الباراسترنال فيوز ده شكل البروب, البروب بتاعي بيبقى فيه نقطه او نوب او حاجه بتقول لي العدله بتاعته بتبقى فين. النوب بتاعتي العيان مفروض انه بيبقى نايم على الليفت لاترال بوزيشن, هنا مش ايديال البوزيشن هنشوفه بس طبعا كل عيان بيختلف عن التاني. النوب بتاعتي بخليها باصه ناحيه الرايت شولدر, يعني دي النوب اللي هو السهم المحطوط بخليها باصه ناحيه الرايت شولدر, وبتبقى ده الباراسترنال لونج اكسس. في الاول الباراسترنال لونج اكسس دي الصوره بتاعتها,
بشوف ايه، ببقى قطع الليفت فنتريكل كاني قطعاه في اللونج اكسس، فانا شايفه الرايت فنتريكل اوت فلو تراكت دي اول حاجه انتيرير ستراكشر، ده مكان النوب ودي الستراكشرز من انتيرير لغايه بوستيرير. بعد كده بشوف الليفت فنتريكل الانتيرير سبتم والانفرولاترال وول، عندي ده الميترال فالف بحكم على الموبيليتي بتاعته وبحكم على الليفلت ثيكنس، بشوف الاورتيك فالف وبشوف الليفت اتريوم، والدايره اللي بتبقى من ورا ده بتبقى الديسندنج اورت. احنا بنتكلم عن نورمال، فاحنا بعد كده هنشوف حاجات ابنورماليتي، ده شكل النورمال. تمام، ايه الكرايتيريا ان انا جايبه جود باراسترنال لونج اكسس؟ ان السبتم لازم يكون هوريزونتال ما يكونش معوج زي ما احنا شفنا في الصوره اللي فاتت، السبتم كده. الحاجه الثانيه ان انا ما بشوفش الايبكس بتاعت الفنتريكل في الفيو دي، الايبكس مش شايفه، انا مجرد شايفه البيزل والميد سيجمنتس، الايبكس ما بتشوفهاش. بشوف المايترال لكن ما بشوفش الترايكاسبيد، نورمالي بشوف المايترال لكن ما بشوفش الترايكاسبيد. يبقى النورمال الفيو ده لازم تكون هوريزونتال، انا مش جايبه الايبكس بتاعت الفنتريكل، شايفه المايترال مش شايفه الترايكاسبيد، وشايفه الاورطة والديسندنج اورطة. ده شكل باراسترنال لونج اكسس كفيديو، ده نورمال بحكم على الثيكنس بتاعت الانتيرير سبتم والانفرولاترال وول، بحكم على الليفت اتريوم، على الميترال فالف موبيليتي والاورتيك فالف. This is a normal study. تاني حاجة ممكن اعملها في الباراسترنال لونج اكسس ان انا بعمل color flow mapping اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي فاتت، ده اللي هي ال 2D image. لما بحط عليها color flow mapping انا بشوف الاورتيك ريجورج من هنا والميترال ريجورج. معلش الفيديوهات ما اشتغلتش الحقيقة وانا ما قدرتش. دي كده عندي باراسترنال لونج اكسس وحط عليها color flow mapping اللي هو موداليتي من الدوبلر، يبقى 2D محطوط عليه دوبلر. انا بشوف معاه ال اورتك فوكسنج على الاورطه، الهدف ان انا اشوف في اورتك ريجورج لا، وفي اورتك السينوز ولا. هي المحاضره النهارده الثانيه هتبقى على الفالفر الارت ديزيز اللي هي السيشن الثانيه. النورمال كلر بيبقى لامينال كلر، يعني انا ما عنديش اي توربلنس، ما عنديش اي حاجه عامله هاي فيلوسيتي او توربلنس في الفلو، فده نورمال اورتك كلر مابينج وما عليهوش اورتك ريجورج. ولو حطيت على الميترال، ده الحاجه الثانيه اللي بجيبها من الباراسترنال لونج اكسس، بشوف الميترال ريجورج والميترال سينوس، ده نورمال برضو. النورمال الكلر ما فيهوش توربلنس، ما فيهوش حاجه عامله هاي فيلوسيتي جت، فبالتالي هو لامينار فلو ماشي. هنعرف عن الكلر بعد كده ان اللي جاي ناحيه البروب بيبقى لونه ريد واللي جاي اواي فروم ذا بروب بيبقى لونه بلو، بس هي دي هنا انا بحكم على الريجورج تنتليجن سواء في الميترال او الاورتو. هتشوف التوربلنس لما نيجي نتكلم على الابنورمال، ده شكل النورمال. توربلنس يعني هتلاقيه هاي فيلوسيتي جت، هتلاقيه لونه اخد لون تانية مش اخد الالوان الاحمر والازرق اللي ماشيين تموز. في اخر المحاضره هتلاقي في حاجات ابنورماليتي وهتشوفها اكتر في الفالبرا. تمام، يبقى من الباراسترنال لونج اكسس بحط كلر على الاورطه وعلى الميترال علشان اشوف الميترال والاورتك ريجورج او السينوزس. تاني حاجه بعمل ار في ان فلو، انا في نفس المكان اللي هو الباراسترنال لونج اكسس والنوب بصه زي ما هي، بس الهارت ده 3 دي ستراكشر وانا بقطعه بحاجه بتقطع فيه كانها بتقطع فيه ترانسفيرس سكشن. فانا لو عملت انجيوليشن بالبروب بتاعي، عملت انفيرير انجيوليشن، يعني انا جايبه الباراسترنال لونج اكسس كده عملت انفيرير انجيوليشن، يعني مجرد ان انا بصيت لتحت، فانا بقطع حاجه اسمها ار في ان فلو. يبقى انا لو عملت انفيرير انجيوليشن لتحت بقطع ار في ان فلو. الار في ان فلو ده الهدف بتاعه ان انا بشوف، احنا اتفقنا ان في الباراسترنال لونج اكسس انا مش شايفه الترايكاسبيد، فالار في ان فلو انا بشوف هنا الترايكاسبيد. فالستراكشرز اللي بتبقى باينه عندي بيبقى الرايت فنتريكل، بيبقى الترايكاسبيد فالف، بيبقى باين الرايت اتريوم، بيبقى باين الانترنس بتاعه الانفيريور فينا كافا، وساعات بشوف استراكشر بيلعب في الوول بتاعه الفنتريكل اللي هي بيبقى الاوستيكيان فالف، which is a normal finding. الحاجات النورمال اللي موجوده في النورمال لازم نبقى عارفينها عشان ما نشخصش العينين انهم عندهم ماسز مثلا. الفيو دي الهدف منها ان انا بشوف الترايكاسبيد مور اوبفيوس عشان اشوف الليفلتس. الحاجه الثانيه ان انا ممكن احط عليها كرر عشان ديتكت الترايكاسبيد ريجورج سواء سيفيريتي او
اجيب من عليه فيلوسيتي بالكونتينيوس دوبلر. دي الار في ان فلو ادي شكلها. انا عملت انفيرير انجليشن، الليفت فنتريكل قفل، اللي فاتح من فوق ده الرايت فنتريكل، اللي باين هنا الترايكاسبيد فالف ليفلس ويتش از هيلثي اند نورمال. الكلام ده بيبقى مفيد قوي لما يكون العينين الحاجه الجديده اللي هي ماشيه في للاسف وسط الناس اللي هي الاي في ادكشن ويجي لهم انفكتيف اندوكاردايتس على الترايكاسبيد فالف. انا بحتاج ان انا اعمل سكريننج للترايكاسبيد فالف من الفيو دي كمان، مش بس من الابيكال فور. ليه؟ علشان هنا بشوف ليفلتس مختلفه. الترايكاسبيد فالف عباره عن 3 ليفلتس، سبتال وانتيرير وبوستيرير. هنا هعرف اشوف البوستيرير ليفلت، في الابيكال فور ما بعرفش اشوف البوستيرير ليفلت. تمام؟ فانا هنا بعمل سكريننج للترايكاسبيد، واللي احنا شايفينه من هنا ده الانفيرير فينا كافا، والعيان ما عندوش اوستيكن. الاوستيكن ده نورمال فاريشن، يعني ساعات يبقى موجود وساعات يبقى لا، بس لما نشوفه نبقى عارفين ده ممكن يبقى ايه عشان ما نقولش ان العينين عندهم ميسس. ماشي؟ ده الار في انفلو النورمال. اخر حاجه من الباراسترنال لونج اكسس اللي هي الار في اوت فلو. يبقى احنا اتفقنا، احنا كنا باصين كده، البروب بتاعنا باصص ناحيه الليفت شولدر، لو استندنا ان دي النوب. عملت انفيرير انجليشن جبت الار في ان فلو، لو عملت سوبيرير انجليشن يعني بصيت لفوق هجيب حاجه اسمها ار في اوت فلو. الار في اوت فلو دي مش بنستخدمها روتين، بس دي ميزتها انها بتفتح لك الاوت فلو، من اسمها بتفتح لك الاوت فلو بتاع الفنتريكل الرايت فنتريكل. فبشوف البالمونري فالف وبعرف اشوف البالمونري ارتري. ممكن اشوفها من فيو تانية، اه ممكن اشوفها من الباراسترنال شورت اكسس زي ما هنتكلم بعد كده. تمام؟ يبقى هي دي ده الباراسترنال اللي احنا عملناه، باراسترنال لونج اكسس، جبنا منه ار في ان فلو وبعد كده ار في اوت فلو، وبعد كده وحطينا كولر واخدنا الداتا اللي احنا عايزينها. تاني حاجه من الباراسترنال هي الباراسترنال شورت اكسس. الباراسترنال شورت اكسس احنا متفقين ان دي النوب بتاعت البروب، هي كانت باصه ناحيه الليفت شولدر، انا بلفها 90 ديجريز لفوق، 90 ديجريز لفوق. فبدل ما انا كنت اقطع الفنتريكل كده انا هقطع فيه كات سكشنز. تمام؟ الكات سكشنز دي ليها ليفلز مختلفه، لان هو الفنتريكل 3 دايمنشنال ستراكشر، فانا ممكن اقطع في كذا ليفل. ممكن اقطع في الليفل الاولاني اللي هو الاي ده، ده عند الليفل بتاع الجريت فيسلز. انا شايفه اورتا، اورتك فالف نفسه بالليفلتس بتاعته، شايفه الار في اوت فلو، شايفها البالمونري ارتري والبالمونري فالف، وساعات بشوف الترايكاسبيد فالف كمان. انزل لتحت شويه هبقى عند البيز بتاعت الفنتريكل، يعني هشوف ميترال فالف. انزل كمان لتحت شويه، النزول ده انا مش بحرك البروب، انا بحرك الانجليشن. احنا اتفقنا ان احنا لفينا البروب كده بصه لفوق، او بعمل انفيرير انجليشن، مش بحرك السايت بتاع البروب. الانفيرير انجليشن ممكن اجيب الميترال ليفل، او اجيب البابيلاري ماسل ليفل، او الميد فنتريكولار ليفل، او الايبكس. ليه بحتاج ان انا اجيب كل ده؟ هنقول في كل فيو احنا محتاجين ايه. هنا ممكن احكم على البالمونري فالف، العينين اللي عندهم بالمونري سينوز او عندهم بالمونري هايبرتنشن او ايا كان السبب. هنا بعرف اعمل اسسمنت للميترال فالف، واعرف اقيس ميترال فالف اريا باي بلانيمتري في العينين الروماتيك زي ما هتسمعوا في المحاضره الجايه. الميد فنتريكولار ليفل بعرف اشوف منها الليفت فنتريكولار دايمنشنز، والابيكال ليفل ده علشان اسسمنت اوف سيجمنتال والموشن زي ما احنا هنتكلم في الاسسمنت اوف ليفت فنتريكل. يبقى انا كده قطعت الليفت فنتريكل في الثلاثه ليفلز بتوعه، زائد الليفل بتاع الجريت فاسلز. ده الباراسترنال بيز بتاعه الهارت اللي احنا بنشوف هنا الاورطة، بشوف الار في اوت فلو، بشوف البالمونري فالف اللي هو بيبقى ثين وموبايل ما فيهوش اي ريستريكشن للموبيليتي، بشوف البالمونري ارتري، وبشوف البروكسيمال بارت بتاع التو مين برانشز. البرانش اللي جاي ناحيتك وانت بتشتغل ده الرايت بالمونري ارتري عشان انت واقف على يمين العيان، والبرانش اللي جاي الناحيه الثانيه ده الليفت بالمونري ارتري. بشوف البروكسيمال بارت بتاعه. انا بتكلم في الادلت، في الكونجنيتال القصه بتبقى مختلفه، لان هو العيان بيبقى ارفع فتبقى الفيو بتاعته اسهل بكتير. احيانا بعرف اشوف البروكسيمال بارت بتاع الكورونري ارتريز، مش في كل الناس بس في عيانين ممكن اعرف اشوف، عشان لو لقيت الاستراكشر ده ما بقاش مستغرب منه، ان انا اشوف البروكسيمال بارت بتاع الليفت كورونري ارتري والبروكسيمال بارت بتاع الرايت كورونري ارتري. الاورتك فالف من هنا الثلاثه ليفلتس بتاعته ليهم اسماء. اللي فوق اللي ناحيه الرايت كورونري ارتري او ناحيه رايت فنتريكل دي بسميها الرايت كورونري كاسب. اللي ناحيه البالمونري ارتري دي الليفت كورونري كاسب، والثانيه النون كورونري كاسب.
يبقى انا كده شفت الثلاثة ليفلتس بتاعت الاورتك فالف، بشوفهم هما بيفتحوا هما بيقفلوا علشان اعرف الاورتك فالف الباي ليفلت من التراي ليفلت، وبشوف الموبيليتي بتاعتهم لو عليهم كالسيوم لو عليهم اي ابنورماليتي بعرف اعمل لها انتربريتيشن. ده الشورت اكسس بتاع الاورطة، باينين الثلاثة ليفلتس، باين من هنا الترايكاسبيد فالف، باين من هنا البالمونري فالف، مش باين قوي البروكسيمال بارت بتاعت البرانشز، بس لو عملت انجليشن بايدي شوية هعرف افتحها. ساعات بحتاج ان انا اغير البوزيشن مليمترز وانا بشتغل علشان اعرف افوكس على الحاجة اللي انا عايز اشوفها. يبقى ده الاورطة ده نورمال اورتك فالف تراي ليفلت ويز نورمال موبيليتي، وده الميترال برضو ان نورمال بيشنت ما عندوش روماتيك افكشن بيفتح نورمالي والليفلتس بتاعته نورمال. الميترال بيبقى باين كانه فيش ماوث او حاجه بتفتح كده وكده. ممكن اوقف في اي فريم واقيس الميترال فالف اريا باي بلانيمتري، هتسمعوا الكلام ده في الاسسمنت اوف فالفولار هارت ديزيز. وده الميد ليفل بتاع البابيلاري ماسل اللي هو بقطع عليه بالام مود عشان اقيس ال في فيديو منشن زي ما هنتكلم. هنا مش باين عندي ميترال ليفلتس بس باين البابيلاري ماسلز. البابيلاري ماسلز بسميها دي بسميها الانترولاترال بابيلاري، وده البوستروبيديال بابيلاري ماسل. يبقى انا عندي باينين التو بابيلاري ماسلز بس مش باينه الميترال فالف ليفلتس نفسها. وده الابيكال لما عملت انجليشن اكتر لتحت فشفت الابيكال طيارت الميترال والفنتريكل بانك انه صغير عشان اعرف احكم على السيجمنتال والموشن ابنورماليتيز من التلاتة ليفلز في الشورت اكسس. يبقى بيزل وميد وابيكال زي ما هنتكلم بعد كده. يبقى ده الشورت اكسس بتاع الاورطة. احنا اتفقنا ان احنا ممكن هنا نشوف الترايكاسبيد فلو، بالتالي ممكن احط لو لقيت عندي ترايكاسبيد ريجرج. الدكتور كان بيسال على الترايكاسبيد ريجرج، ده التوربلنس، ده التوربلنس اللي هو بيبقى هاي فيلوسيتي جيت عشان في فلو داخل مع الفلو اللي طالع فبيديلك هاي فيلوسيتي فبيديك لون مختلف عن الاحمر والازرق. وبعرف احط عليه كونتينوس ويف دوبلر علشان اقيس الترايكاسبيد ريجرج واستخدم حاجه اسمها برنولي ايكويشن عشان تديني الرايت فنتريكولار سيستوليك بريشر. ممكن من الباراسترنال شورت اكسس دي برضو احط دوبلر على البالمونري اللي انا كنت شايفاه عشان اجيب البالمونري فلو. البالمونري فلو هنتكلم على الدوبلر، ان النورمال فلو عاده بجيبه بالبلسد، هو لو فيلوسيتي جت ما بيعديش 2 متر فانا ممكن اجيبه بالبلسد. ده بتاع الميترال بس ادي الانتيريور ليفلت ودي البوستيريور ليفلت، واحنا شفناها في الموفينج شكلها ايه. وده الميد فنتريكولار ليفل وده الابيكال ليفل. ايه الكرايتيريا اللي بتقولي ان انا جايبه باراسترنال شورت اكسس بروبر باراسترنال شورت اكسس؟ ما يكونش الفنتريكل باين اوبليك، انها تكون باينه راوندد، ان الفنتريكل ما يبقاش شكله بيضاوي، ما يبقاش شكله اوفال، ما يبقاش شكله كانه مقطوع ما بين اللونج والشورت، بيكون راوندد. حتى لو الفنتريكل دايليتد في عينين الدايليتد مايوباثي او الاسكيميك مايوباثي هيبقى كبير بس برضو راوندد. تمام. ولازم اكون الحاجه اللي انا عايزه اشوفها عامله عليها فوكسنج، يعني انا مش عايزه اشوف الليفت فنتريكل ابقى جايبه الليفت فنتريكل في السكرين من فوق ومن تحت كلها ارتيفاكتس. يعني الحاجه اللي انا عايزه اشوفها بعمل عليها فوكسنج او بعمل عليها بظبط عليها الدبث بتاع الجهاز علشان تبقى هي في نص السكرين بتاعتي. احنا كده شفنا موداليتيز، شفنا شفنا الام 2 دي وشفنا الكالر وشفنا الدوبلر كونتينيوس وبالسد. البالسد اتفقناه في النورمال زي البالمونري فلويد البالسد، والكونتينيوس زي اللي موجود في الترايكاسبيد ريجورج. الحاجه الثانيه الام مود. الام مود دي عباره عن موشن مود. موشن مود يعني انا بصور الفنتريكل انا شايفاها بال2 دي بتتحرك، لكن لو قطعتها وجبتها بالطريقه دي انا بشوفها الفنتريكل بيتحرك اوتورد في الدايستولي وبيدخل لجوه في السيستولي، فانا بشوف نقطه معينه بتتحرك ازاي ثرو اوت ذا كاردياك سايكلز، يبقى مع الهارت ريت بتتحرك ازاي. الام مود ده عاده بستخدمه من باراسترنال لونج اكسس او شورت اكسس، بقيس بيه دايمنشنز. الليفل ده بقيس بيه اورتا ليفت اتريوم اللي هو الشكل ده. بعد كده الليفل اللي هو في الميد فنتريكولار ليفل عشان اقيس ليفت فنتريكولار دايمنشنز.
ده طريقة قياس الأورطة ليفت اتريوم. طريقة قياس الأورطة ليفت اتريوم بقيسه من الباراسترنال لونج اكسس او شورت اكسس ايا كان. الجايد لاينز بتختلف، يعني الامريكان بتقول لونج اكسس، الاوروبيان بتقول شورت اكسس، ايا كان المهم ان انت تبقى قطعه بيربنديكولار على اللونج اكسس بتاعه وتبقى شايفه سيركل لو انت جايبه شورت اكسس. بقيس الاورطه ات اند سيستولي، ده المكان اللي بقيس فيه اورتيك روت دايمتر ات اند سيستولي. بعد كده بقيس اللفت ات ايرلي سيستوليك والليفت اتريوم ات اند سيستول، وبقيس الاورتيك كاسب سيباريشن. يبقى ده المكان اللي انا بقيس فيه. بدخل ايدج واحده من الاثنين، يعني انا لو بدات من جوه بقف لغايه بره الناحيه الثانيه، والليفت اتريوم نفس القصه، ليها ارقام نورمال، ليها ارقام نورمال. مفروض الليفت الاورتيك روت دايمتر ما يزيدش عن 37 ملي، الليفت اتريوم الابر نورمال بتاعه من هنا 40 مليمتر، والاورتيك كاسب سيباريشن عاده بيبقى اكتر من 17 مليمتر. تمام، دي داتا علشان تقول لي ان في في نورمال ستادي ولا في عندي ابنورماليتي. الحاجه الثانيه بتاعه الام مود ان انا بقيس ليفت فنتريكولار دايمنشنز. الليفت فنتريكولار دايمنشنز نفس القصه، ممكن اقيسها من الابيكال لونج، من الباراسترنال لونج اكسس، او من الشورت اكسس عند الليفل بتاعه البابيلاري ماسل اللي هو الميد فنتريكولار ليفل. بقيس ايه في الدايمنشنز؟ بقيس في الدايستولي الانتر فنتريكولار سيبتال ثيكنس اند دايستوليك دايمتر والبوستيريور وول ثيكنس، وبعد كده في السيستولي بقيسهم هم كلهم تاني، منها بحسب الفراكشنال شورتنينج، وهنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل لما نيجي على نتكلم على الاسسمنت بتاعت اللفت فنتريكل. يبقى انا قست دايمنشنز انتر فنتريكولار سيبتوم بوستيريور وول دايستوليك دايمتر وسيستوليك دايمتر. دي طريقه قياس الاورطه ليفت اتريوم في النورمال. هنا الاورطه طالع 30 ملم او 3 سنتي، ليفت اتريوم 3.4 والاورتيك كاسب 2. زي ما اتفقنا ان انا الاورتيك روت بقيسه قبل ما الاورتيك فالف يفتح على طول، يعني ات اند دايستولي، والليفت اتريوم بقيسه ات اند سيستولي اللي هو قبل ما الاورطه يقفل على طول. كده خلصنا الباراسترنال بكل الفيوهات بتاعنا. ابتدينا باراسترنال لونج اكسس، جبنا منه ار في ان فلو، ساعات نجيب ار في اوت فلو مش دايما بحتاجها، وبعد كده لفينا على الشورت اكسس بالثلاثه ليفلز بتاعته. بعد كده الحاجه الثانيه او المكان الثاني اللي هقف فيه اللي هو الابيكال فيوز. الابيكال فيوز انت قدامك حاجه من الاثنين، يا اما تسمع العيان وتعرف الابيكس فين، يا اما تحط ايدك بالبيشن وتشوف الابيكس فين، لان مكان الابيكس مختلف. لو العيان عنده كارديوميجالي لاي سبب، فالفولار اسكيميك دايليتد، الهارت هيبقى كبير فالابيكس بتاعته هتبقى شيفتد، فانت محتاج تحط البروب بتاعك على الابيكس. او انك انت لو عيان عنده انفيزيما هتلاقي التشست بتاعه بارل شيبد والابيكس جايه جنب الاسترنم قوي مش في مكانها، فالاحسن حاجه ان انت يا اما تسمعه يا اما تحط ايدك تحس الابيكس وبعدها تحط البروب. البروب برضو زي ما اتفقنا فيه نوب، احتاج ان انا الفها في كذا بوزيشن عشان اشوف اجيب الابيكال فيوز. اول حاجه ببتدي بيها اللي هي بسميها ابيكال فور تشيمبر، ببقى حاطه النوب بصه ناحيه الليفت شولدر، يعني بصه لبره، يعني حاطه النوب كده. لو اعتبرت النوب هي الصباع ده انا حاطه النوب كده، ده البارس، ده الابيكال فور تشيمبر. من اسمها فور تشيمبر يعني شايفه الفور مين تشيمبرز بتاعه الفنتريكل بتاعه الهارت، بشوف ليفت فنتريكل وليفت اتريوم، رايت فنتريكل ورايت اتريوم، وما بينهم ميترال فالف وترايكاسبيد فالف. احنا بنتكلم على النورمال. وده شكلها النورمال، انا كده شايفه ده ليفت فنتريكل، ده رايت فنتريكل، ميترال والترايكاسبيد وليفت اتريوم ورايت اتريوم. بحكم على ايه؟ بحكم على الموشن بتاعت الفنتريكل، الحاجات اللي انا شايفاها، بحكم على الموبيليتي بتاعت الميترال. ممكن احط عليها كرر واعمل اسسمنت للميترال ريجرج وميترال السينوز والترايكاسبيد ريجرج والترايكاسبيد السينوز ما دام انا شايفهم. ممكن احط عليها دوبلر واجيب فلو على الميترال او على الترايكاسبيد. يبقى الحاجه اللي انا شايفها ممكن اجيب منها الداتا اللي عايز اطلع منها. يعني هنا ممكن احكم على سيجمنتال والموشن او على كونتراكتيليتي بتاعه الفنتريكل بتاعه تو وولز الفنتريكل اللي هم اللاترال وول والانفروسيبتوم. ممكن احكم على الموبيليتي بتاعه الميترال، الموبيليتي بتاعه الترايكاسبيد، الجلوبال كونتراكتيليتي، والليفت اتريوم والرايت اتريوم.
ايه الكرايتيريا اوف جود ابيكال فور تشيمبر فيو. الكلام ده مهم للي عايز يشتغل ايكو، ان الابيكس لازم تبقى متشافه في الاخر، ما يحصل لهاش فور شورتنينج، يعني ما بقاش جايبه الفنتريكل كانه مكرمش على بعضه او كانه قصير قوي، ببقى فرداه، يعني الابيكس ما جايه في اخر الصوره من فوق. الفنتريكل لازم يكونوا التو لاينز اللي هم السبتم مع الليفل بتاع الايفي فالفز دول كانهم بيربنديكولار، ما يبقاش جاي معوج. الحاجه الثانيه بشوف المايترال والترايكاسبيد اوبننج وكلوزنج، يعني بشوف التو فالفز ممكن اشوفهم في الابيكال فور تشيمبر. ايه الداتا اللي ممكن اطلع بيها من الابيكال فور تشيمبر؟ زي ما احنا قلنا هي دي الفيو اللي بعرف احسب منها ليفت فنتريكلر ايجكشن فراكشن من الابيكال فور تشيمبر، بشوف الابيكس بتاعت الفنتريكل، بعرف اعمل استدي للميترال فلو والترايكاسبيد فلو، واعرف ريكورد الترايكاسبيد ريجورج فيلوسيتي عشان احكم على الرايت فنتريكلر بريشر. ده بالسد ويف دوبلر. بالسد ويف دوبلر ده اللي هو الكورسر اللي انا حطاه اللي هو الاصفر المنقط، في عندك سامبل فوليوم اللي هي الخطين اللي بالعرض، مطرح ما بحطهم انا بريكورد الفيلوسيتي بتاعت الار بي سيز في النقطه دي، فانا موقفاهم عند الميترال فالف تيبس، يبقى انا بريكورد الميترال فالف فيلوسيتي. الميترال فالف فيلوسيتي ده شكلها نورمال، فيها تو ويفز، اول ويف بسميها اي والثانيه اي مع الاتريال كونتراكشن. اي ده concomitant للرابيد فيلينج بتاع الفنتريكل اللي فاكر فيسيولوجي، والثانيه مع الاتريال كونتراكشن، يبقى ده الشكل النورمال ميترال فلو، وده الترايكاسبيد ريجورج في عيان عنده ترايكاسبيد ريجورج ما دام عندي ابنورمال فلو، فانا جايباها بكونتينوس ويف دوبلر. لو بصينا على البلسد هلاقي ان الفيلوسيتيز بتاعته قليله، اللي مكتوب في الجنب ده الفيلوسيتي، هنا مكتوب 0 وهنا النص متر بير سكند وهنا 1 متر بير سكند، اخري في البلس 2 متر بير سكند. لما يكون عندي ابنورمال فلو زي الترايكاسبيد ريجورج فالفيلوسيتيز بتاعتي بتبقى هاي فيلوسيتي، انا هنا جايب 4 متر اللي هو الارقام اللي في الجنب دي، مش هتيجي بالبلس دي، محتاجه ان انا احط كونتينوس. ده بينطبق على اي حاجه ابنورمال، يعني لو عندي ميترال سينوز نفس القصه، لو عندي اورتيك سينوزز نفس القصه، لو عندي بالمونري سينوزز نفس اي ابنورمال فلو هيبقى هاي فيلوسيتي فلو، يبقى انا مش هعرف اجيبه بالبلس، هحتاج ان انا احط عليه كونتينوس. من الابيكال فور تشيمبر فيو بعرف اجيب حاجه اسمها التبسي علشان اعمل اسسمنت للرايت فنتريكولار فانكشن. الرايت فنتريكولار فانكشن دي ما بقتش تنفع تبقى اسسد بالعين كده، لانها ده بتفرق في البروجنوز بتاع العيان. لو عيان رايح جراحه وعنده امبيرد ار في فانكشن، الاوتكم بتاعه اوحش بكتير من عيان رايح جراحه وما عندوش امبيرد ار في فانكشن. العيانين الدايليتد مايوباثي اللي عندهم امبيرد ار في فانكشن دول بيبقوا مور سيمتوماتيك وبيبقوا البروجنوز بتاعهم اسوا من اللي ما عندهمش. فمن ضمن الحاجات اللي بقيس بيها الرايت سايد اللي هي التبسي. التبسي دي بحط الكرسر على الار في فري وول، لو شفتوا الصوره دي هتلاقيها كانها عامله فوكسنج على الرايت فنتريكل، الليفت فنتريكل اتقفل وانا عامله فوكسنج على الرايت فنتريكل، بحط الكرسر بتاعي على الار في فري وول وبعرف منها تو ريكورد بالام مود الترايكاسبيد انيولس. ده المفروض ان الابيكس بتقرب على البيز، فانا بقيس هي بتقرب قد ايه، بتقرب قد ايه، اللي هو التبسي اللي هو الانيولس اتحرك قد ايه ما بين السيستولي والدايستولي. يبقى الموشن بتاعت الانيولس من فوق لتحت اللي هي ما بين سيستولي والدايستولي هي دي اللي بحكم عليها التبسي، او بتديني هنت عن الار في سيستوليك فانكشن. ليها ليميتيشنز، ليها ليميتيشنز كتير قوي، بس هو مش المين توبك بتاعنا، لكن حاجه عشان تبقى انت عارفها هي بتبقى متقاس ازاي. من الابيكال فور تشيمبر ممكن احط دوبلر، احنا اتفقنا ان احنا ممكن نحط دوبلر على الميترال وعلى الترايكاسبيد، ممكن احط دوبلر على البالمونري فين واشوف البالمونري فينس فلو اللي هو هستخدمه في الاسسمنت اوف دايستوليك فانكشن. زي ما هنقول البالمونري فينس فلو بيتكون نورمالي من اس ويف او سيستوليك ويف ودي ويف، دول زي الاي والاي بتاعت الميترال، وحاجه اسمها اتريال ريفرسال ويف بتبقى موجوده ما بين الاثنين. ده شكل مجرد انك تعرفه، مش مطلوب منك انك تعرف تفاصيل اكتر من كده غير لما تبقى انت انترستد او عايز تشوف موضوع الايكو اكتر. في نورمال ستراكشرز ممكن اشوفها في الابيكال فور تشيمبر، في نورمال ستراكشرز ممكن اشوفها في الابيكال فور تشيمبر. ساعات اشوف حاجه فيلمنتس او حاجه زي ممبرين
جوه الليفت فنتريكل قطعوا من السبتم لغايه اللاترال وول. ده نورمال فايندنج، ده مش ابنورمال، ده نورمال فايندنج بسميه الفولس تندون. الفولس تندون ده نورمال بشوفوش في كل العينين، بس لو شفته ما اقولش ان ده ابنورماليتي. الحاجه الثانيه الترابيكيوليشنز بتاعه الرايت فنتريكل، ده نورمال فايندنج. الرايت فنتريكل عامه ما هوش سموز ستراكشر، هو حاجه ترابيكيوليتد، فانا ممكن اشوف فيه ترابيكيوليشنز كتيره ناحيه الايبكس، ده نورمال، ما بقاش مستغرب ان ده ايه الفايندنج اللي انا شايفه، كل ده نورمال كده. انا خلصت الابيكال 4 تشيمبر. لما بجيب الفيو اللي بعدها اللي هي الابيكال 5 تشيمبر اللي هي عملت، انا بصة كده بعمل سوبيريور انجليشن، الهدف منها ان انا افتح الاورتو، هي دي الفيو الوحيده اللي انا فيها بارلل للفلو، فاعرف اسجل اورتك فلو. احنا شفنا الاورتو في الشورت اكسس، في الشورت اكسس ده انا هقطعه ترانسفيرس عليه، ما اعرفش اجيب عليه دوبلر، لكن في الابيكال 5 تشيمبر هي دي الفيو الوحيده اللي اعرف اجيب عليها فلو. ما عدا بقى الرايت باراسترنال دي قصه مختلفه، بس الروتين هو ده المكان اللي بنسجل منه الاورتك فلو بالدوبلر، وده النورمال اورتك فلو. النورمال اورتك فلو انا جايباه بالبلسد، حط البلسد عند التيبس بتاعت الاورتك فالف ليفلتس، لان هو ده الحاجه اللي انا عايزه اسجلها، وجاي لي لامينر فلو. لامينر بمعنى ايه؟ بمعنى انه من بره هتلاقيه دارك ومن جوه لونه فاتح شويه ومش معدي الاتنين متر، هنا جايب متر، ده النورمال اورتك فلو. تاني حاجة احنا اتفقنا ان الفنتريكل بقسمه، او هنقول ان احنا بنقسمه لكذا وول، لان هو 3D، فانا عايزة اخد اكبر معلومات عنه، فبقسمه كأني قطعته على كذا وول. فانا شفت من الابيكال 4 اللاترال وول والسبتم، عايزة اشوف الولز الباقية، فبلف النوب بتاعتي، لفيت النوب بدل ما هي محطوطة في الليفت بصة ناحية الليفت شولدر، بلفها لفوق 90 ديجريز، بجيب حاجة اسمها ابيكال 2 تشيمبر. الابيكال 2 تشيمبر دي بحتاجها للاسسمنت اوف سيستوليك فانكشن زي ما هنتكلم بعد كده، وللسيجمنتال والموشن. انا شفت تو وولز مختلفين، شفت انتيريور وول وشفت انفيريور وول بتاعه الفنتريكل بالثلاثه سيجمنتس بتاعتهم. ده شكل الابيكال 2. الرايت سايد كومبليتلي اتقفل، بقى باين عندي ليفت فنتريكل وليفت اتريوم وانتيريور وول وانفيريور وول بالسيجمنتس بتاعتها. انا كده لفيت النوب لفوق بقيت 90. لو لفيتها تاني يعني بقيت بصة ناحية الرايت شولدر، هفتح حاجة اسمها الابيكال 3 تشيمبر او ابيكال لونج اكسس. ده شكل الابيكال 3 تشيمبر او الابيكال لونج اكسس. فرقت عن اللي فاتت ايه؟ ان انا شفتها زي الباراسترنال لونج اكسس، بس انا شايفة الابيكس. احنا اتفقنا ان الكريتيريا بتاعت الباراسترنال شورت لونج اكسس ان انا ما بقاش شايفة الابيكس. هنا بعرف اشوف الابيكس، بشوف مايترال واورطة، وبشوف البوستيريور وول او الانفرولاترال وول والانتيريور سبتم، يبقى بشاف باقي الولز بتاعه الفنتريكل. يبقى انا كده شفت 6 وولز بتاعه الفنتريكل، كل وول من الفيو المختلفه بتاعتها، وده الهدف من الفيوهات الثانيه بتاعه الابيكال، ابيكال 2 وبعد كده الابيكال 3. كده انا عملت assessment لل left ventricle walls mitral regurg tricuspid regurg aortic flow tricuspid flow، عرفت اشوف dimensions و volumes من الابيكال فيو، فانا هعرف اعمل report. هنتكلم اخر حاجة ايه المطلوب ان انا اكتبه في الreporting بتاع الايكو عشان يبقى complete report. السبكوستال العيان عادة بيبقى نايم على ظهره، ده الاختلاف عن الحاجات التانية، مش هعرف اجيب سبكوستال العيان نايم على left lateral. بحط البروب بتاعي تحت الزيفي سترنم. طبعا في العينين اللي عندهم مشكله في التشست وول هتبقى صعبه، بالذات في الادلتس، بعرف اجيب منها انا محتاجاها في الادلتس روتين عشان اشوف الانفيريور فينا كافا. الانفيريور فينا كافا ده بيديني ريفلكشن عن الرايت اتريال بريشر، ده الروتين. ساعات بحتاجها اكتر من كده لو العيان انا مش عارفه اجيب فيه ابيكال ويندو، ساعات عينين انفيزيمتس ما اعرفش اجيب ابيكال، فالسبكوستال ممكن تجيب لي فور تشيمبر فيو زي اللي شفتها من الابيكال بالظبط، وممكن تجيب لي شورت اكسس كمان، ممكن الف منها اجيب شورت اكسس زي اللي جبتهم من الباراسترنال بالظبط، بس مش في كل العيانين. يعني ده شورت اكسس متجاب من السبكوستال، اللي انا شايفاه هنا ده الليفر، واللي انا شايفاه هنا ده الهارت، ده الليفت فنتريكل والرايت فنتريكل، شورت اكسس بتاع فنتريكل، وده شورت اكسس على البيزال ليفل بتاع اورتا ليفت اتريوم. المهم اللي انا محتاجه اشوفه في كل العيانين وروتين اللي هو الاي في سي.
الاي في سي ده انا بلف كاني لونج اكسس من السب كوستال وبشوف الانفيرور فينا كافا انترنس جوه الرايت اتريوم، بقيس الدايمتر بتاعه بشوف الريسبيراتوري فاريشن 3 سنتيمتر اواي فروم الانترنس الرايت فنتريكل، يعني ده الانترنس جوه الرايت اتريوم ببعد 3 سنتيمتر منها وبقيس هنا الدايمتر بتاعه، نورمالي بيبقى اقل من 2 سنتيمتر او الابر نورمال بتاعه 2 سنتيمتر، وبشوف الريسبيراتوري فاريشنز بتاعته قد ايه، ازاي بيحصل له كولابس مع الانسبيريشن ويفرد تاني، علشان ده بيديني ايديا عن اباوت الرايت اتريال بريشر. ليه محتاجه ايديا اباوت الرايت اتريال بريشر؟ لان انا من التريكاسبيد ريجورج عرفت الفيلوسيتي الفرق ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، هشوف الرايت اتريال بريشر كام وازودها على الجت اللي انا جايباها من التريكاسبيد ريجورج عشان اطلع رايت فنتريكل سيستوليك بريشر اللي هو بعمل بيه كومنت على البالمونري هايبرتنشن او على البالمونري ارتري بريشر. السوبراسترنال فيو محتاجها روتين ان انا اشوف الاورتيك ارش، دي شكلها بخلي العيان يعمل فول اكستنشن لرقبته لورا، لو في اي مخدة او حاجة ورا بشيلها وبحاول اخليه يحذف رقبته لورا وبحط النوب بتاعتي في السوبراسترنال نوتش. السوبراسترنال نوتش لو انا حطيت العيان عنده ليفت سايد اورتيك ارش which is more common، بيبقى النوب بتاعتي بصة ناحية الليفت سايد، بفتح الاورتيك ارش والبروكسيمال بارت اوف ديسندنج اورت وبشوف الثلاثة great vessels اللي طالعين، الانومينت ارتري، الليفت كاروتد، والسبكليفيان ارتري. الفيو دي مهمة ليه؟ مهمة علشان ممكن في الادلت تلاقي عندك كواركتيشن، تلاقي ابنورمال فلو هنا، وممكن في العيين اللي عندهم اورتك ريجورج بتحتاج تجيب الفيو دي عشان تعمل اسسمنت للاورتك ريجورج سيفيريتي. يبقى انا محتاجها علشان اتاكد ان العيان ما عندوش كواركتيشن او ما عندوش ديستال اللي في OT obstruction، وبحتاجها عشان اعمل assessment للأورتك ريجورج سيفيريتي في العينين اللي عندهم أورتك ريجورج. اخر حاجة السوبراسترنال شورت اكسس، دي مش بحتاجها روتين بس عشان تبقوا عارفين شكلها، بشوف فيها الاسندنج اورتا، بشوف فيها السوبيرور فينا كافا، وبشوف فيها الرايت اتريوم الليفت اتريوم، ودي مش روتين ان انا احتاجها. الدوبلر زي ما اتكلمنا هو عبارة عن pulsed wave doppler و continuous و color flow و tissue doppler. فكرته ان انا بسجل velocity بتاعت ال RBCs، ال pulsed وال continuous الفرق ما بينهم كل واحد بيقدر to record velocity شكلها ايه. ال pulsed عبارة عن signal واحدة رايحة جاية فبيكورد ال low velocities اللي هي normal velocity، الكونتينيوس عباره عن سيجنال بتستقبل بتودي وسيجنال تانية بتستقبل بقدر اخد منها الهاي فيلوسيتيز. يبقى البولس محتاجه في اللو فيلوسيتيز، والكونتينيوس بحتاجها في الحاجات اللي عندها هاي فيلوسيتي، وزي ما اتفقنا كل النورمال فلو هو لو فيلوسيتي، الابنورمال فلو هاي فيلوسيتي. يعني انا عايز اجيب ميترال فلو عادي بالبولس، اورتيك فلو عادي بالبولس، بالمونري فلو عادي بالبولس، عايز اشوف الترايكاسبيد فلو الفيلوسيتيز بتاعته الدايستوليك بشوفها بالبلس، عايز اجيب بقى ميترال ستينوزس ترايكاسبيد ريجورج اورتيك ستينوزس الكلام ده بحتاجه بالكونتينيوس. ده الميترال احنا شفناه شكله ايه، الاي والاي، ده ميترال فلو معاها ميترال ريجورج موجود في السيستولي، ده النورمال فلو اورتا، وده النورمال فلو بالمونري زي ما جايبينه من فوق. الصوره اللي فوق دي 2 دي، انت واقف فين علشان لما تشوف اي صوره تبقى عارف انت الفلو ده شكله ايه. ما هو البالمونري زيه زي الاورطه، بعرف ازاي انا بالمونري ولا اورطه من الصوره الصغيره اللي فوق انا واقفه فين. الصوره الصغيره اللي فوق دي انا ايبيكال 5 تشيمبر، فبالتالي يبقى اللي موجود عندي ده اورطه. هنا دي شورت اكسس بتاعت باراسترنال شورت اكسس ومفتوح ار في اوت فلو، يبقى بالتالي ده بالمونري فلو. دي الحاجات اللي بقيسها من البالمونري، حاجة اسمها بالمونري اكسلريشن تايم، وده الترايكاسبيد فلو. الترايكاسبيد فلو زيه زي الميترال، النورمال فلو زيه زي الميترال، اي و اي زي الميترال بس الفيلوسيتيز بتاعتهم اقل. وده الكالر اللي احنا اتفقنا عليه، اللي جاي ناحية البروب بيبقى لونه ريد، واللي جاي اواي فروم ذا بروب بيبقى لونه بلو، ومعاها التايمينج. الستينوزز بيبقى عامل توربلنس ناحيه الجزء اللي فيه اوبستراكشن، يعني ده ايبيكال فور تشيمبر، عندي ميترال ستينوزس، عندي توربلنس في الفلو اللي معدي من الميترال ناحيه الليفت فنتريكل. في الميترال ريجورج العكس، الابنورماليتي موجوده فين؟ موجوده في الليفت اتريوم، فيبقى التوربلنس بتاعي موجود ناحيه الليفت اتريوم.
يبقى بالكلر هعرف احكم على الفولف ابنورماليتي موجوده ايه والسيفيريتي بتاعتها، والكلام ده هتاخدوه في السيشن الثانيه مع الاسسمنت اوف فالفولار ليجنز. دي البرنولي ايكويشن اللي هي بتعتمد اللي بحكم منها على الفيلوسيتيز. ليها ايكويشن اللي هي التشينج في البريشر بيساوي 4 في سكوير الفيلوسيتي سكوير، الجهاز بيحسمها لك اوتوماتيك. يعني انت مجرد انك بتقف على اخر الفلو زي ما هنشوف هنا هتلاقي الجهاز جايب لك ده اورتك السينوزس، انا واقفه على اخره هيجيب لي البيك بريشر جريدينت، البيك جريدينت 118. لو عملت تريسنج بيجيب لي حاجه اسمها مين جريدينت. المين جريدينت دي بحتاجها في العينين اللي عندهم في الاورتك السينوز عشان اعرف المين والبيك. الترايكاسبيد ريجورج عاده بحتاج البيك بس علشان احسب منه الرايت فنتريكلر سيستوليك بريشر. اخر حاجه في النيو موداليتيز اللي هي التيشو دوبلر ايميجنج. التيشو دوبلر ايميجنج ده بشوف بعمل كولورنج للتيشوز. احنا اتفقنا ان الدوبلر العادي انا بسجل فيلوسيتيز بتاعه الار بي سيز، الار بي سيز وهي ماشيه، هنا بيسجل فيلوسيتيز بتاعه التيشو. يعني المايترال او السيجمنت بتاعه الفنتريكل دي انا ما بحكمش على مايترال فلو، انا بحكم على السيجمنت دي بتتحرك بسرعه قد ايه وشكلها قد ايه. ماشي، دي هدفها ان انا اعرف احكم على سيجمنتال فانكشن بتاعه كل فنتريكل، مش على الجلوبال فانكشن، لا اعرف احكم على البيزل سيجمنت شكلها ايه، الميد سيجمنت شكلها ايه. الابيكال طبعا فيها قولان لان انا هنا مش الفلو بتاعي هيبقى كانه بيربنديكولار على الاكسس اللي انا بقطع فيه مش هعرف اجيبه، فاساسا هو سيجمنتال. ده شكل الويفز النورمال اللي بجيبها. الروتين اللي انت محتاج انك تبقى عارفه في كل العيانين انك بتجيب البلسد ويف دوبلر ده، طبعا هو بلسد عمري ما هجيب كونتينوس لان ده تيشو فالفيلوسيتيز بتاعته فيري سلو فيلوسيتيز، هتلاقي حتى السكيل هنا متحرك سنتيمتر بير سكند مش متر بير سكند. بحط على اللاترال ميترال انيلس وعلى الميديال ميترال انيلس، انا حاطه على الانيلس مش على الميترال فالف ليفلتس زي ما احنا شايفين في الصوره هنا، هتلاقي السامبل فوليوم محطوطه على الانيلس. بيطلع لي ويفز شكلها كده. اسماء الويفز دي ايه؟ اللي فوق او البوزيتيف ويف دي اس ويف، دي مع السيستولي، وعندي تو ويفز دايستوليك اللي هم بسميهم اي برايم واي برايم زي الميترال اي واي، بس دول على الانيلس الموشن بتاعه الانيلس. ليها استخدامات هنتكلم عليها واحنا بنتكلم على الاسسمنت بتاعه الليفت فنتريكلر دايستوليك فانكشن. التيشو دوبلر ده ممكن اعمله زي ما احنا شفنا هنا اللي هو اونلاين او لايف تيشو دوبلر، وممكن اعمله اوفلاين، ودي حاجه يعني بس عشان تبقى عارف شكلها لما تشوف الصوره تشوف دي ايه. ده مجرد تيشو دوبلر صوره ستورد زي اللي احنا عملناها، وعملنا عليها دوبلر اوفلاين فبتطلع الويفز بتاعتها كانها كيرفز مش بتطلع كانها دوبلر زي اللي احنا شفناه ده. يبقى ده الاونلاين تيشو دوبلر وده الاوفلاين اناليسز، برضو اس واي واي. ليه خطين؟ علشان انا واقفه في المكانين في نفس الوقت، هتلاقي في التحت عندك نقطة صغيرة صفرة هو ده اللاترال انيلس اللي هو باين الكيرف بتاعه اصفر، والناحية التانية النقطة الخضراء ده الميديال انيلس الكيرف بتاعه باين اخضر او الويفز بتاعته باين اخضر. الحاجات دي كلها الهدف منها ان انا اوصل للكمبليت ريبورت. ايه الكمبليت ريبورت؟ ايه اللي محتاجة ان انا اكتبه في كل عيان عملت له ايكو؟ محتاجة اعمل كومنت على ايه سواء نورمال او ابنورمال، سواء بوزيتيف او نيجاتيف، يعني محتاج ان انا اذكرهم سواء بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. ليفت فنتريكلر دايمنشنز وسيستوليك فانكشن وهنتكلم عليها بالتفصيل في على طول دلوقتي. سيجمنتال والموشن بتاعت الفنتريكل بقول موجوده ولا لا، ولو موجوده بوصفها. ليفت فنتريكلر دايستوليك فانكشن، ليفت اتريال سايز واتفقنا بنقيسه ازاي، الميترال فالف والاورتك فالف مورفولوجي وفلو بحكم عليهم اذا كان في ريجورج ولا لا او لو في اي ديستربنس هنوصفه، بعمل اسسمنت للرايت سايد واحنا شفنا حاجه منهم بسيطه قوي ممكن تعملها في اي عيان اللي هي التبسي، ترايكاسبيد فالف بالموناري فالف بريكارديوم وماسز. ماشي، يبقى دي الايتيمز اللي انا محتاج ان انا اعمل لها فولفيلمنت في اي ريبورت. عشان اعمل ريبورت للعيان محتاج ان انا ابقى كل الايتيمز دي عامله عليهم كومنت سواء موجودين او مش موجودين. في حاجه تانية بقى موجوده بره الكلام ده بزودها زياده، تمام؟ يعني لقيت العيان عنده حاجه ابنورمال غير الكلام اللي احنا الروتين، يبقى هزود عليه ابنورماليتي غير الروتين. ده الروتين ليفت فنتريكلر دايمنشنز وفانكشن، سيجمنتال والموشن، دايستوليك فانكشن بتاعت الليفت فنتريكل، ليفت اتريال سايز، الاربعه فالفز والرايت فنتريكل سايز وفانكشن.
اخر حاجه البريكارديوم والميسس. بس شكرا جزيلا، دي اول حاجه اللي هي بتاعه النورمال ايكو. نتكلم عن الاسسمنت اوف ليفت فنتريكل، بس ممكن ناخد دقيقتين بس، دقيقتين بالظبط عشان احنا متاخرين في ورانا توك تانية. شايف الاورتك ارش ده الاورتك ديسكشن، انت محتاج تشوف الاكستنشن بتاعه موصل لغايه فين او ابتدي بشكل مبدئي. لو هو الاورتك ديسكشن في الاورتك مش هتشخصه من خلال السوبر ستيرنال، يا منه من الباراسترنال لونج اكس. من الباراسترنال لونج اكس اللي انت فاتح فيه الاورطه هتشوف البروكسيمال اسندنج اورطه. لو لقيت فيه ابنورماليتي او فلاب او شكيت انك فيه ديسكشن بتحتاج انك تبص تعمل سكريننج لكل الاورطه. يعني انت لو لقيت عندك ابنورماليتي في الاورطه عامه محتاج انك تعمل تكمل سكريننج ليه، السكريننج بتاع الاورطه انك تشوفها سوبراستيرنال عشان تشوف الاورتك ارش، تشوف الديسكشن فلاب ده او الفلاب اللي انت شايفه مكمل فيها ولا لا، وانك تنزل سب كوستال تشوف الابدومينال اورطه. بس الفلاب دي اكتر حاجه وانت بتشوفها بتبتدي او تشك فيها من الباراسترنال لونج اكسس، انك تلاقي الاورتيك روت دايليتد وفي حاجه بتلعب جواه او ابنورمال استراكشر فيه. دي متهيألي مفيش حد خرج بره.
ده خرج متهيألي. هنتكلم عن الحاجة التانية او المفروض المحاضرة الاساسية اللي هي assessment of left ventricular function by echo، اللي احنا قلنا من ضمن الحاجات الاساسية اللي انا محتاج ان انا اكتبها في الريبورت. quantification of cardiac chamber size and function is the cornerstone of cardiac imaging. يعني انا لما هاجي اعمل ريبورت لازم هبقى اعمل كومنت على left ventricular والright ventricular المفروض، بس احنا التوب بتاعنا mainly على left ventricle size و function. advantages بتاعت الايكو ان هو non invasive، ان هو portable، ممكن اعمله العيان في emergency، ممكن اعمله في ICU او في emergency room، ما فيهوش hazards of radiation فممكن to be repeated كذا مرة للعيان، انا مش بضره في حاجة. والحاجة التانية cheap، يعني انا مش كل العيانين هقدر ابعتهم يعملوا MRI، مش كل العيانين هقدر ابعتهم يعملوا CT، لكن الايكو relatively حتى في اي مكان هو ارخص من الحاجات التانية كلها. لما باجي احكم على ايكو على functions او على dimensions محتاجة، يعني الجايدلاينز قالت انك محتاج على الاقل 3 beats تاخد الافرج بتاعهم في العينين النورمال sinus rhythm، والعينين الاي اف انا محتاجة اخد 5 beats. يبقى ما باخدش قط واحدة واقول ان انا كده حكمت على ventricle dilated او لا، او dimensions normal ولا لا. انا محتاجة في العينين النورمال sinus rhythm 3 beats، والعينين اللي عندهم اي اف with controlled ventricular response على الاقل 5 beats. باخد الافرج بتاعهم، الهدف بتاعهم ايه؟ ان انا اقلل فالسز. كل المحاضره دي الهدف منها ان انا اقلل الفولس ريبورتنج، ان انا اقول على العيان ده حاجه تكون مش موجوده، او ان انا اقول حاجه ما تبقى مش موجوده وانا ما اشوفهاش. تمام، فالهدف بتاعنا اساسا ان احنا نقلل الفولس ريبورتنج. الليفت فنتريكلر فانكشنز حاجتين، سيستوليك فانكشن ودايستوليك فانكشن. هنبتدي بالسيستوليك وبعد كده هندخل في الدايستوليك. السيستوليك هنتكلم على 3 بارامترز، الدايمنشنز والفوليومز والسيستوليك فانكشن بارامترز. الدايمنشنز بقيسها زي ما شفنا في الام مود وزي ما هنشوف هنا في الاند دايستولي والاند سيستولي، وعلشان ومنها هعرف اجيب جلوبال ال في فانكشن، وعلشان في فرق ما بين البودي بيلت بتاع العيانين، فقال لك انك لازم تعمل اندكس للداتا اللي انت هتطلعها دي للبودي سيرفيس اريا. يعني بمعنى انك لو شفت عيان شورت ستيتشر وفيري ثين بودي بيلت، غير لو عيان تاني ماسكولر ولونج ستيتشر او اوبيز، القصه بتختلف. اكيد الدايمنشنز بتاعت ده هتبقى مختلفه عن الدايمنشنز بتاعت ده، فبعمل لها اندكس للبودي سيرفيس اريا. البودي سيرفيس اريا بحسبها من الوزن وطول العيان. في اي جهاز لو انت بتدخل اسم العيان في اول صوره في الاول، هتلاقي انك ممكن تدخل الويت والهايت وهو يحسب لك البادي سيرفيس اريا. منها اعرف اعمل اندكسنج للليفت فنتريكلر دايمنشنز وفوليومز على والليفت اتريوم، كل حاجه اندكس للبادي سيرفيس اريا. الميجرمنتس اوف دايمنشنز عندي لينير ميجرمنتس اللي احنا شفناها، اللي هي بقيس ليفت فنتريكل. محتاجه ان انا اكون بيربنديكولار للونج اكسس بتاعه الفنتريكل، يعني اكون جايبه باراستيرنال لونج اكسس بروبر اللي هي جايه ترانسفيرس، عشان لما اقطعها ابقى قطعها بيربنديكولار على اللونج اكسس بتاعها. لو انا جايباها اصلا اوبليك وجيت قطعتها، هيطلع كل البيشنتس عندهم دايليتد فنتريكل، لان انا اصلا قطع اوبليك، الفنتريكل بقى اكبر لان انا قطعها اوبليك. فمحتاج ان انا اكون بيربنديكولار للونج اكسس وبقيس immediately تحت الميترال فالف ليفلتس، لان الفنتريكل الليفت فنتريكل شكله كانه بوليت شيبد او شكله مخروطي الشكل. فانا لو قست في البيزل ليفل هيطلع لي ارقام غير الميد ليفل غير الابيكال ليفل. فانا محتاج عشان اعمل ستاندرايزيشن للريبورت بتاعي واقول ان انا بتكلم اكوردنج للستاندردز، العيان ده دايليتد ولا نورمال، ان انا اكون بقيس في المكان الصح. فانا محتاج ان انا اقيس بيربنديكولار على اللونج اكسس، والحاجه الثانيه ان انا اكون just below الميترال فالف ليفلتس. ودي طريقه القياس ليها ادفانتج طبعا. القياسات بالام مود او اللينير دايمنشنز ان هي ريبروديوسبل، انا هعرف اقيسها وانت هتجي ورايا لو حطيت نفس الكرايتيريا هتقيسها صح. اي حد هيقف على الجهاز مادام جايب بروبر فيو هيقيس دايمنشن صح. هاي تمبرال ريزوليوشن، يعني الصوره عاده بتبقى الكواليتي بتاعتها كويسه، والداتا الببلشد عليها كتيره جدا، لان الام مود ده طالع اساسا من قبل ال 2 دي. يعني اول حاجه طلعت في الثمانينات كانت الام مود ايكو، فده عليه ببلش داتا على النورمال والابنورمال هيرويك داتا. ليها ليميتيشنز، البيم اورينتيشن زي ما اتفقنا، انا قطع ترانسفيرس ولا قطع اوبليك. لو انا جايب
improper view او العيان انفزمتس مش مساعدني ان انا اجيب proper view، هبقى قطعها اوبليك هيطلع لي الدايمنشنز كبيرة. الحاجة التانية والمهمة قوي ان انا بريكورد الدايمنشنز او باخد نوت عن الفنتركل في النقطة دي بس، بمعنى ان انا المكان اللي انا واقفة عليه في السبتم والبوستيريور وول هما دول اللي داخلين في الحسابات بتاعتي. لو العيان عنده سيجمنتال والموشن ابنورماليتيز او دايليتد بشكل او باخر في وول تانية انا ما اخدتش فكرة عنها. اكتر حاجة كومن او اكتر حاجة في الافري دي يوز اللي هو العيان الاسكيميك. العيان الاسكيميك ممكن يبقى عنده انتيريور انفاركشن، هيبقى افكتنج الانتيريور وول. انت هنا مش جايب سيرة الانتيريور وول ولا هتشوفها، هتطلع له نورمال اجكشن فراكشن. انت هنا شايف سبتم وبوستيريور وول، يبقى هي اورينتد على السيجمنت اللي انا بقيس منها، وده ليميتيشن كبير قوي للام مود تمام او لللينير دايمنشنز. دي طريقه القياس زي ما اتفقنا، بقيس ده دايستول اللي هو الفنتريك المفتوح وده السيستولي، بقيس انترفنتريكولار سبتال ثيكنس في الدايستول، بعد كده اند دايستوليك دايمتر. البوستيريور وول هي الموست بوستيريور continuous rapidly moving structure، بعد كده بقيس posterior wall thickness، بعدين بعيد نفس الكلام ده في السيستول interventricular septum في السيستول and systolic diameter و posterior wall thickness في السيستولي. ليه بقيس posterior wall و septum؟ علشان هحسب منهم حاجة اسمها left ventricular mass زي ما هنقول بعد كده في الحسابات بتاعة البنتريك. في طريقة تانية ان انا اكون مش عارف اجيب perpendicular view، يعني انا العيان انفزمتس او عنده مشكلة في الفيو بتاعته، لان الاكو ده فيه 2 elements فيه او 3 elements، الجهاز اللي انت بتشتغل بيه والاكسبيرينس بتاعتك والعيان نفسه. يعني في عيانين بيبقوا الايكوجينيستي بتاعتهم مش مساعداك، عنده انفزيما، عنده chest wall disease، عنده مشكلة انت مش عارف تجيب احسن من كده. فلو انت ما عرفتش تجيب احسن من كده يعني خلاص، عشان اعملها بجيب حاجة اسمها 2D guided linear measurements. يعني انا واقفة 2D من غير ما اجيب ام مود وبقيس انا perpendicular للونج اكسس. هنا لو الفيو دي انا قطعت عليها هتلاقي انك انت قطع مش perpendicular على اللونج اكسس، فانا بقف وبقيس بال2D diastolic وsystolic وقيسها dimensions، دي dimensions مش volumes، وقيسها 2D guided. نفس مشاكل الام مود او linear measurements ان هي دي representative لسيجمنت واحدة بس اللي انا قست عندها، والحاجة التانية الريزوليوشن بتاع التو دي عادة بيبقى اقل من الام مود، بس بلجأ لها في حالة ان انا مش عارف اجيب proper cut للشورت اكسس او لللونج اكسس perpendicular على الفنتركل. النورمال فاليوز او لينير دايمنشنز دي محتاجين ان احنا النورمال فاليوز ان جنرال هتلاقيها مختلفة ما بين الميل والفيميل، بس لصعوبة الحفظ انت ممكن تحفظ حتى الميل بس وتبقى عارفها في الباك مايند بتاعتك وانت بتشتغل. النورمال بتاع الاند دايستوليك دايمتر 50 ± 4.1، يعني معاك لغاية 56-57 نورمال، والاند سيستوليك لغاية 38 نورمال. ده في المن، الومن المفروض انها اقل، بس لسهولة الموضوع انت ممكن تحفظ حاجة واحدة منهم بس. ليه محتاج انك تبقى عارفها؟ عشان تبقى عارف الفنتركل ده دايليتد ولا نورمال. هتختلف؟ اه هتختلف طبعا، العينين الفالفرر كلهم الديسيجن بتاعك بيعتمد على الفنتركل دايليتد ولا نورمال. لما تشوفوا في الجايد لاينز امتى بتحول عيان ميترال ريجرجن نعمل جراحه؟ لو الفنتركل دايليتد، فانت لو قايسه اصلا مش صح هتطلعه دايليتد، فانت قرارك او اللي بتكتبه هو اللي بيتاخد عليه الديسيجن فور مانجمنت، فعشان كده لازم تبقى اكيوريت. العيان الاسكيميك اللي دايليتد غير عيان اسكيميك مش دايليتد في البروجنوزز، في الفولو اب بتاعه، في كل حاجه هتختلف. الفوليومز ممكن اقيسها، يبقى احنا كده اتكلمنا عن لينير ميجرمنتس. الفوليومز ممكن اقيسها من 2D او من 3D، وبحتاج ان انا اقيسها من ايبيكال 4 وايبيكال 2 تشامبر فيو زي ما احنا شفنا في اللي فات. عاده بجيب اللفت فنتريكل ده الفور تشامبر، انا محتاجه ان انا اعمل فوكسنج، انا محتاجه اقيس لفت فنتريكل فمحتاجه ان انا اعمل فوكسنج عليه. فالفوكسنج بجيب عندي زرار حاجه في الجهاز اسمها دبس، اللي هو بطير الحاجات اللي انا مش عايزها، انا مش عايزه اشوف ليفت اتريوم ومش عايزه اشوف رايت سايد، فبقلل الدبس عشان ابقى فوكسنج على اللفت فنتريكل. الهدف من الفوكسنج ده ايه؟ ان انا اقلل حاجه اسمها فور شورتنينج. الفور شورتنينج ان انا ابقى جايبه الابيكال فور الفنتريكل الاقيه بدل ما هو المفروض كده شكله كانه مكعبش على بعضه قصير. ده من الليميتيشنز الاساسيه بتاعه ال2 دي ايمج، بحاول اتفاداها ان انا اجيب بروبر فيو وان انا اعمل فوكسنج على الفنتريكل وافرد الايبكس على قد ما اقدر تبقى هي مور ديستنت.
الحاجه التانية لما عملت فوكسنج كاني عملت زوم بقيت شايفه اندوكارديال بوردر واضح، الاندوكارديوم اللي انا بعمل عليه تريسنج عشان احسب فوليومز بقى واضح. ببتدي ازاي؟ ببتدي في الاند دايستوليك تريسنج من الميترال فالف انيلس، بمشي على الول كده وارجع لغايه الانيلس الناحيه التانية ووقف، الجهاز اوتوماتيكلي بيقفل لي دي از ستريت لاين. وبعد كده بتاخد الدايمتر اللينس بتاعت اللفت فنتريكل في اللونجست دايمتر بتاعه، يعني ممكن اللينس اوقفه النقطه دي هنا او هنا او هنا، انا بوقفها في اطول نقطه عشان هو ده اللي بيديني النورمال فوليوم. بعمل الكلام ده في الدايستولي وفي السيستولي، وبعمله في الابيكال 4 والابيكال 2 عشان يطلع لي في الحاجه في الاخر حاجه اسمها باي بلين فوليومز، يعني المين بتاع الاند دايستوليك فوليوم في الابيكال 4 والابيكال 2 والمين بتاع الانسيستوليك فوليوم في الابيكال 4 والابيكال 2. فبالتالي هنا انا اخدت انكلوجن لاربعه وولز، اخدت من الابيكال 4 اللاترال والسبتم، واخدت من الابيكال 2 الانتيريور والانفيريور، واخدت الول كلها فروم ذا بيز لغايه الابيكس. العيان عنده ال في انيوريزم في الابيكس هتبقى انكلودد معايا، هتطلع لي الفوليومز دايليتد. يبقى دي علشان احاول اتفادى بيها العيوب بتاعه الام مود، ليها ليميتيشنز طبعا، ليها ليميتيشنز عشان كده طلعت حاجه اجد منها. الفرق لما باجي احسب فوليومز او لما باجي احسب اجكشن فراكشن هو بيفرق، بيشوف الفنتريكل ده صغر قد ايه ما بين الدايستولي والسيستولي. يبقى في المهم قوي ان انا ابقى محدده الدايستولي صح والسيستولي صح. لو ما قستش اكبر مقاس للفنتريكل اللي هو الدايستوليك واصغر مقاس للفنتريكل اللي هو السيستوليك هيديني هيبقى الفنتريكل ده كانه امبيرد فانكشن، وهو مش كده. عشان كده قال لك لازم تحدد الاند دايستولي ده فين بالظبط. الاند دايستولي هو الفيرست فريم افتر الميترال فالف كلوجر، او بوقف وبحرك سلو موشن وبشوف اوسع فريم للفنتريكل. يبقى عندي طريقتين ان انا احدد بيهم اند دايستوليك، يا اما اول فريم بعد الميترال فالف ما يقفل، يا اما اوقف وحرك سلو موشن واشوف اوسع فريم. الاند سيستولي اول فريم بعد الاورتيك فالف ما يقفل او اضيق فريم للفنتريكل. يبقى عندي تو ويز، يا اما احرك بعيني اشوف اوسع واضيق، يا اما اشوف مع الاورتيك والميترال فالفز عشان احدد ان دايستوليك وان سيستوليك. واتفقنا ان الكلام ده مهم لان الفوليوم هيختلف، الفنتريكل لسه ده مش الان سيستولي بتاعه، فالفوليوم بتاعته مش هتطلع صح. الفوليومتريك ميجرمنتس من التو دي ليها ادفانتج ان هي كوركت فور شيب ديستورشن زي ما اتفقنا، وان هي مفيش جيومتريك اسامبشنز. انا عملت تريسنج للفنتريكل عملته كانه كون، واخدت تريسنج للاريا في اللينس وحسب لي منها فوليوم. الليميتيشنز بتاعتها اللي هي الفور شورتنج اللي بحاول اتفاداها على قد ما اقدر، بس هي في فور شورتنج في التو دي. لو عيان ما كانش ايكوجينيك وعندي جزء مش شايفه فيه الاندوكارديوم، فعندي دروب اوت في الاندوكارديوم فمش هعرف اعمل عليه تريسنج. والحاجه الثانيه ان انا عملت رسم للتو اربعه وولز من السته، انا اخدت ابيكال 4 وابيكال 2 لكن الابيكال لونج اكسس مش انكلودد معايا، فهي باي بلين، هي دي اقصى حاجه بقدر اجيبها من ال2 دي باي بلين. فبالتالي عندي في تو وولز ما هماش انكلودد معايا، ومن هنا طلع الاحتياج ان هم يجيبوا 3 دي فوليومز. في حاجه تانية في العيانين زي ما اتفقنا ان ساعات بتبقى ليميتيشن من العيان نفسه، فلو انا مش عارفه اشوف اندوكارديال لاين كويس في العيان لسبب او لاخر، فانا ممكن اجيب حاجه اسمها اريا لينث ميثود، ودي ليها ليميتيشنز كتيره قوي بس هتديني فكره عن الفوليومز زي ما بيقولوا احسن من بلاش. ان انا اجيب شورت اكسس بتاع الفنتريكل عند الليفل بتاع البابيري ماسل واعمل اريا، واجيب اللينس من الابيكال فورد شيمبر، والجهاز بيحسب لي من الاريا واللينس دي فوليومز دايستوليك وسيستوليك. limitations طبعا ان الابيكس فور شورتند، وان هي جيومتريك اسامبشنز انا اعتبرته ان هو كون بحسب اريا في هايت عشان احسب منه فوليوم، ودي مش حقيقه. والحاجه الثانيه الداتا الببلشد عليها قليله، يبقى دي مش روتين بس دي بلجأ لها لما اكون مش عارف اجيب اندوكارديال تريسنج من الابيكال 4 والابيكال 2. النورمال فاليوز للاندايستوليك والانسيستوليك فوليوم 54 بلس اور ماينس بير سكوير متر، هنا مهم قوي ان انا ابقى اندكس البودي سيرفيس اريا. والاند سيستوليك 21 بلس اور ماينس 5، وفي الجايد لاينز نزلت لك كات اوف امتى اقول فوق ده العيان دايليتد. ففوق 74 مللي بير متر سكوير اند سيستوليك فوليوم للميلز دايليتد، وطبعا في ميلز هيبقى اصغر من ده، ففوق 74 ده في اي حد هيبقى دايليتد.
والانسيستوليك فوق 31 اندكس للبودي سيرفيس اريا، ده نازل في الجايد لاينز بتاعه تشيمبر كوانتيفيكيشن المنشوره اخر حاجه في 2015. يبقى عندي كات اوف فاليو اللي اقول فوقيها ان الفنتريكل ده دايليتد للفوليومز 74 و31 ان دايستوليك وانسيستوليك. الفيميلز الارقام بتاعتهم اصغر، بس للسهوله انت احفظ حد واحد فيهم، لو انت لقيته فوق 74 في فيميل ده اكيد دايليتد، فوق 74 في ميل يبقى اكيد دايليتد. اندكس للبودي سيرفيس اريا علشان اتفادى اختلاف البودي بيلت اللي هو عيان طويل عيان قصير عيان تخين عيان رفيع، لما اعمل اندكس للبودي سيرفيس اريا كل الايتمز دي انا طلعتها بره حساباتي. ال 3D طلعت الحاجة ليه؟ مع عشان عندي ال 2D ليه limitations. اخر حاجة احنا قلناها ان احنا مش including ال tools اللي هما موجودين في ال parasternal long axis او في ال 3 chamber view، وان انا ساعات ال apex 4 shortened. فال 3D ما فيهوش geometric assumption خالص، ما فيهوش affected بال 4 shortening لان هو شايف ال structure ك 3D وبيعمل له tracing و more accurate and reproducible واكتر ماشي مع ال MRI finding اللي هي gold standard في assessment chamber quantification. ليه limitations؟ طبعا ان هو lower temporal resolution، الداتا بتاعته لسه مش منشورة كتير قوي up till now. والحاجة تانية اي حاجة في الايكو image quality dependent، يعني لازم ابقى شايفة 2D image كويس قوي عشان اعرف اجيب 3D. لو عيان مش عارف اجيب فيه 2D مش عارف اجيب فيه 3D لان هو برضو image dependent. يبقى كل حاجة في الايكو هي image dependent. الايمج دي بتعتمد على ثلاث حاجات، على الاكسبيرينس بتاعت الاوبريتور، على الماشين، على العيان. ففي حاجات منها اقدر اتفاداها او احسنها، وفي حاجات ما بتبقاش خلاص nothing to do it. الفوليومز بال 3D علشان ما فيهوش فور شورتنينج وعشان هو بياخد كل الوولز هتلاقي الكات اوف فاليوز بتاعته اكبر. فالاندايستوليك 79 والانسيستوليك 32، في فرق ما بينه ما بين ال 2D. احنا قلنا ال 2D كان 74 و31، فالاندايستوليك كبر قوي بقى 79 والتاني 32، مش فرقه كتير بس الفوليوم بتاعته عامه اكبر. ده الكات اوف فاليوز اللي هي فوقيها اقول ان الفنتريكل ده دايليتد. في حاجة تانية بحسبها من الليفت فنتريكل دايمنشنز اللي احنا قسناها بالام مود اللي هي الليفت فنتريكلر ماس. الليفت فنتريكلر ماس ممكن احسبها من الام مود من ال 2D او من ال 3D. اسهل حاجة والموست ابليكابل واللي عليها البابلش داتا وسهلة ان انا احسبها من الـ الام مود ماجرمنتس، من البوستيريور وول واندايستوليك دايمتر وانسيستوليك دايمتر. حاجة اسمها دي فيرو فورمولا، دي بتبقى موجودة في الجهاز اوتوماتيكلي، انت محتاج بس انك تقيس الارقام دي والجهاز بيحسبها لك. واحسبها اندكس للبودي سيرفيس اريا. ليه؟ علشان مش كل عيان هتلاقي البوستير وول ثيكنس بتاعته 12 يبقى عنده ليفت فنتريكلر هايبرتروفي، ده مش صح. بالعكس انا لازم اشوف ليفت فنتريكلر ماس وفوق الرقم ده يبقى العيان ده عنده ليفت فنتريكلر هايبرتروفي، اقل منه يبقى ده نورمال. ايه النورمال فاليوز للليفت فنتريكلر ماس؟ 95 اندكس للبودي سيرفيس اريا in females و115 index body surface area in males. ممكن roughly تقول عليها ان هي 100 او 110 فوقيها يبقى العيان عنده left ventricular hypertrophy. الهايبرتروفي ده مفروض اللي بيذاكر او اللي عارف فيه نوعين من الهايبرتروفي، فيه concentric وفيه eccentric. عشان احكم هو concentric ولا eccentric محتاج احسب حاجة اسمها relative wall thickness. كل ده من الام مود، very simple. relative wall thickness عبارة عن 2 في البوستيريور وول على الاندايستوليك. يعني لو العيان طالع البوستيريور وول صباح الخير ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. البوستيريور وول ثيكنس لو طالع 12 والاندايستوليك دايمتر طالع 52 في العيان، فهضرب 12 في 2 24 على 52 هتطلع ده ما عندوش الريليتيف وول ثيكنس بتاعه، هيطلع اقل من 0.42. عندي كات اوف فاليو في الريليتيف وول ثيكنس اللي هي 0.42، اكتر منها يبقى انا بتكلم على كونسنتريك، اقل منها يبقى انا بتكلم على اكسنتريك. فانا لو لقيت عيان الليفت فنتريكلر ماس بتاعته اعلى من النورمال كات اوف فاليو اللي احنا قلناها اللي هي رافلي 110 في التو جندرز، اكتر من 110 ومعاها ريليتيف وول ثيكنس اكتر من 0.42، يبقى انا بتكلم على كونسنتريك هايبرتروفي. لو لقيت ان هي مش اكتر من 110 ومعاها الريليتيف وول ثيكنس اكتر من 0.42 يبقى ده عنده كونسنتريك ريموديلنج.
الماس عالية بس الريلاتيف وول ثيكنس اقل من 0.42، يبقى انا بتكلم على اكسنتريك هايبرتروفي اللي هو عيان دايليتد، هيطلع الماس بتاعته عالية لان الماس محسوب فيها الاندايستوليك دايمتر لكن هو ما عندوش هايبرتروفي. الاثنين اقل من الريلاتيف وول ثيكنس اقل من 42 والماس اقل من 110، يبقى انا بتكلم على نورمال جيومتري اوف ذا ليفت فنتريكل. يبقى عندي حاجتين بحسبهم، الريلاتيف وول ثيكنس والليفت فنتريكلر ماس من اللينير دايمنشنز العادي السهله العاديه عشان اعرف احكم العيان ده في انهي كاتيجوري، هل هو ده عنده هايبرتروفي ولا لا، ولو عنده هو كونسنتريك ولا اكسنتريك. كده احنا خلصنا الاسسمنت بتاع الليفت فنتريكلر دايمنشنز وفوليومز. يبقى شفنا لينير دايمنشنز، شفنا الليفت فنتريكلر ماس، وشفنا الفوليومز من الباي بلين ومن ال 3 دي، وحفظنا رقم واحد للكات اوف دايليتد امتى. السيستوليك فانكشن بارامترز بقسمهم لكذا حاجه. في اول حاجه فراكشنال شورتنينج، اجكشن فراكشن، وجلوبال لونجيتودينال سترين اللي هو الديفورميشن ايمجينج. الفراكشنال شورتنينج ده سهل قوي، ده من الام مود، بياخد الفرق ما بين الاندايستوليك دايمتر والانسيستوليك دايمتر ان ريفرنس او ان ريليشن للاندايستوليك دايمتر. يعني الفنتريكل ده بالبلدي كده صغر قد ايه في ما بين الدايستولي والسيستولي بالنسبه للاندايستولي، فهو صغر بنسبه 25% 30% 40%، ليها كات اوف فاليو او نورمال الفراكشنال شورتنج من 25 ل 43. جوه الرينج ده انا بتكلم على نورمال سيستوليك فانكشن من الفراكشنال شورتنج. الكلام ده اخدته من الدايمنشنز اسمه فراكشنال شورتنج، اخدته من الفوليومز اسمه اجكشن فراكشن. يبقى نفس الفكره، اخدتها من الفوليومز اللي انا جايباها من البايب لين ميثود من 2 دي، الاندايستوليك فوليوم ماينس الانسيستوليك فوليوم على الاندايستوليك فوليوم، يبقى ده اجكشن فراكشن. الاجكشن فراكشن نورمالي بيبقى 63 بلس او ماينس 5، هنقسم منه للدايمنشن للفوليومز العيان امبيرد فانكشن او نورمال فانكشن ليها كاتيجوري. فوق 52 ده نورمال، من 51 لغايه 41 مايلدلي امبيرد، اقل من 40 بسميها عليه moderately impaired، لغاية 30 اقل من 30 يبقى severely impaired. يبقى النورمال فوق 52، من 51 لغاية 41 mildly impaired، من 40 ل 30 moderately impaired، واقل من 30 بسميها severely impaired او markedly impaired. الكاتيجوري دي هي اللي دخلت في النيو كلاسيفيكيشن بتاعت الهارت فيلير اللي هو هارت فيلير with mid range ejection fraction، اللي هم قالوا ان العينين اللي اقل من 40 هم دول اللي اقول عليهم reduced ejection fraction، فوق ال 40 لغايه 50 بسميه mid range ejection fraction، وفوق ال 50 يبقى normal ejection fraction. ماشي، ده التقسيمه بتاعت ال ejection fraction او ال left ventricular systolic function من ال 2D volumes. اللونجيتودينال سترين او السترين بصفه عامه، السترين فكرته ببساطة هو بيقيس الول دي قصرت قد ايه، يعني اللنس بتاع السيجمنت دي او الول دي بالنسبة للانيشيال لنس قد ايه. فانا احنا اتفقنا ان في الابيكال فورد شيمبر عندي الفنتريكل البيز بتقرب من الابيكس، يعني بيحصل له شورتنينج، ده اللي انا بقيسه بقول عليه اللونجيتودينال سترين اوف ذا فنتريكل. في سترين ليه فورمز كتيرة بس عشان الناس يعني فور سمبليفيكيشن وعشان نتكلم على السيستوليك فانكشن اللي بستخدمها اللي هي اللونجيتودينال سترين. اللونجيتودينال سترين بيزيكلي هي بتعتمد على الشورتنج بتاع الفنتريكل حصل قد ايه من الابيكال فيوز، بحتاج عشان اجيبها ابيكال 4 وابيكال 3 وابيكال 2، وبشوف الشورتنج من كل وول حصل قد ايه عشان يحسب لي جلوبال لونجيتودينال سترين. ما دام هو شورتنج يبقى عاده هيطلع بالنيجاتيف، ده اللينس اللي كان موجود اثناء الدايستولي وده اللينس اثناء السيستولي. السترين عبارة عن اللينس أثناء السيستولي ماينس اللينس أثناء الدايستولي in relation لللينس أثناء الدايستولي، فبالتالي هيبقى بالنيجاتيف. الجلوبال لونجيتودينال سترين مايوكارديال لينس أثناء السيستولي ماينس المايوكارديال لينس أثناء الدايستولي على المايوكارديال لينس أثناء الدايستولي. ما دام هو بيقصر يبقى بالتالي هيبقى نيجاتيف نمبر. النيجاتيف ده دايركشن مش رقم، يعني بمعنى ان العيان لو طلع ماينس 16 وماينس 15، ماينس 15 ده احسن، الماينس ده جاست ان هو شورتنج،
لكن الرقم بيرسي هو ده اللي بيحكم لي ايه الاحسن وايه الاوحش، مش كعمليه حسابيه. ده شكلها انا بعمل سبيكل تراكنج او 2 دي سبيكل، بعمل تريسنج للفنتريكل في الابيكال 2 تشيمبر والابيكال 4 والابيكال لونج اكسس، وبعد كده بيطلع لي كيرفز وبيطلع لي على كل سيجمنت هي حصل لها شورتنج قد ايه. زي الارقام الواضحه هنا هتلاقي ماينس 18 ماينس 23 ماينس 21 كل سيجمنت كده، وبيطلع لي الافريج بتاعه الفيو دي اللي هي الابيكال 2 تشيمبر جلوبال سترين بتاعها ماينس 18 which is normal بيرسنت، لان هو قصر قد ايه. بعد ما بعمل الثلاثه فيوز اللي هي الابيكال 4 والابيكال 2 والابيكال لونج اكسس، بيطلع لي حاجه اسمها بولز اي. بولز اي دي مقسم الفنتريكل لكل السيجمنتس بتاعته، كاتب على كل واحده الرقم بتاعها، وبيبقى هنا الجلوبال لونجيتودينال سترين بتاع الفنتريكل كله كام. ليها رقم اللي هو ماينس 20، 20 فما فوق يبقى نورمال، اقل من 20 ابتدي افكر هو نورمال ولا اب نورمال. وفي كات اوف فاليوز ثانيه قالت 17، بس هو ديفينتلي لو انا اقل من 17 يبقى اكيد عندي امبيرد فانكشن سواء كلينيكال او سب كلينيكال، يعني معاها سيمتومز ومعاها امبيرد اجكشن فراكشن او ما معهاش، ويبقى ده اسمها سب كلينيكال ديس فانكشن. ليها ادفانتج ان هي انجل اندبندنت وبروجنوستيك فاليو، ليها ليميتيشنز انها فيندر وسوفت وير ديبندنت. يعني ايه فيندر وسوفت وير ديبندنت؟ يعني مش كل الماشينز فيها سبيكل تراكنج، وبتختلف الماشين اللي انا بشتغل عليها الارقام اللي هتطلع عليها كام. فقال لك علشان استخدمها او نزلت في الجايد لاينز امتى؟ في العيانين اللي بياخدوا كيمو ثيرابي. احنا عارفين ان في ناس بتاخد كيمو ثيرابي بيبقى عندهم كارديو توكسيك افكت، فالكارديو توكسيك افكت كل ما انا عملت له ديتكشن بدري كل ما حميت العيان من ان هو يدخل هارت فيلير انديوسد من الكيمو ثيرابي بدري. فالعيان ده ممكن استخدم له جلوبال لونجيتودينال سترين ونازل في الجايد لاينز عشان تو ديتكت السب كلينيكال ال في ديس فانكشن او ديتكت ال في ديس فانكشن بدري، بشرط ان انا بعمل فولو اب للعيان، يعني بقارن العيان بنفسه في البيز لاين وعلى نفس الماشين. يعني بدات على ماشين سي من شركه كذا، هي الماشين دي اللي هعمل بيها فولو اب للعيان. بدات على ماشين في شركه كذا، يبقى دي اللي هعمل بيها، يبقى مش هغير العيان عشان اخده هو كريفرنس لنفسه. والحاجه الثانيه ان انا مش هغير السوفت وير اللي بشتغل عليها، بشتغل بسوفت وير ثابته بماشين ثابت. يبقى ده الحاجه اللي نزلت في الجايد لاينز او استابليشد للجلوبال لونجيتودينال ستريم. الريجنال فانكشن او السيجمنتال فانكشن اللي احنا قلناها من الوولز بتاعه الفنتريكل، ان انا بقسم الفنتريكل لولز. الهدف من بتاع السيجمنتيشن او تقسيم الفنتريكل ان انا اقول ان كل وول من دي سبلايد بكروناري ارتري معين. احنا اتفقنا ان احنا بنعمل اسسمنت للفنتريكل من الابيكال 4 والابيكال 2 والابيكال لونج اكسس. كل وول كل فيو من دي فيها تو وولز، كل وول بقسمها لبيزل وميد وابيكال. يبقى عندي اللاترال او انترو لاترال بقسمها لبيزل ميد ابيكال، الانفروسبتوم بقسمه لابيكال وميد وبيزل، بعد كده التو تشيمبر بشوف فيها انتيريور وول بقسمها بيزل وميد وابيكال، والانفيريور بيزل وميد وابيكال. من اللونج اكسس عندي الانتروسبتوم بيزل وميد وابيكال، والانفرولاترال وول بقسمها لبيزل وميد وابيكال. يبقى عندي 6 وولز، كل وول في 3 في وولز فيها سيجمنتس اوفرلابنج، وعندي الابيكال كاب. الابيكال الاوفرلابنج اللي هو الانتروسبتوم والبوستيرور وول، دول الابيكس بتاعتهم او الابيكال سيجمنت هي اللي انا شايفاها من الابيكال 4. يبقى كده 17 سيجمنت موديل. يبقى انا بقسم الفنتريكل ل 17 سيجمنت، كل وول بيزل وميد وابيكال والابيكال كاب، ومنها اعرف احكم على ديستريبيوشن لسيجمنتال والموشن. ليه ديستريبيوشن اوف سيجمنتال والموشن؟ عشان اقول العيان ده احتمال يبقى عنده ليجن في انهي كورونري ارتري، بالذات لو انا بعمل فيتامين ستريس او بعمل ستريس ايكوكارديوغرافي. النورمالي ان السيكنس بتاع الوول بيزيد 35-40% من البيز لاين، من السيستولي للدياستولي بيزيد 35-40%، ولو هعمل لها سكور بديها سكور 1. لو لقيت السيجمنت دي هايبوكاينيتك، يعني بتدخن بس باقل من 30%، فبقول عليها انها هايبوكاينيتك وبديها سكور 2. ايه كاينيتك؟ يعني ما بتتحركش او بتتحرك اقل من 10%. انا بتكلم بتحرك وما بتتحركش، الثيكنس بتاع الاندوكارديوم بيزيد قد ايه، مش هي بتتشد قد ايه.
الثيكنس بيزيد اقل من 10% فبنقول عليها دي ايه كاينتك، وبتاخد عليها سكور 3. دي سكاينتك يعني بيحصل لها بالعكس ثيننج او ستريتشنج اوت، فبقول عليها ان دي سكورد 4 او دي سكاينتك سيجمنت. الهدف من السكورنج ده ان انا بدخله فول موشن سكور اندكس، هتاخدوه لما تيجوا تاخدوا او لما نيجي نتكلم على الاستريس ايكو. يبقى كده احنا خلصنا الاسسمنت اوف سيستوليك فانكشن، جبنا دايمنشنز، جبنا فوليومز، جبنا ليفت فنتريكولار ماس، عملنا لهم اندكس للبادي سيرفيس اريا عشان اوحد البادي كونفيجريشن، وبعد كده شفت السيستوليك فانكشن بارامترز الروتين الفراكشنال شورتنينج بالليميتيشن بتاعته، وال2 دي اللي هي المفروض بشتغلها في كل العيانين فوليومز بالذات في العيانين الاسكيميك، وبعد كده شفنا السيجمنتال اللي هو اسسمنت اوف سيجمنتال والموشن، وازاي بعمل لها سكورنج، ازاي بقول على السيجمنت دي هايبوكاينيتك او ايه كاينيتك. يبقى كده عملنا اسسمنت لتو اليمنتس في التقرير اللي احنا اتفقنا عليه، الدايمنشنز وفوليومز، فانكشن وسيجمنتال والموشن، ثلاثه اليمنتس من التقرير. اخر حاجه فاضله في الليفت فنتريكولار دايستوليك فانكشن في الليفت اسسمنت اوف ليفت فنتريكل اللي هي الدايستوليك فانكشن. الدايستوليك فانكشن دي دايليما كبيره قوي وفيها كلام كتير وبيختلف الكلام من واحد لواحد وسوفيستيكيتد، ففي نزل جايد لاينز كتيره علشان تخليها مور سيمبل وتقلل الفولس بوزيتيف دايجنوزس. اخر حاجه نزلت في 2016. الايتمز اللي احنا هنتكلم عليها، هنتكلم على البارامترز اللي انا محتاجه اشوفها في الايكو علشان احكم اسسمنت اوف دايستوليك فانكشن، ايه اللي محتاج ان انا اقيسه او ريكورد. الحاجه الثانيه ازاي هعمل اسسمنت للدايستوليك فانكشن في عيان نورمال، يعني ما عندوش سيجمنتال والموشن ابنورماليتيز، ما عندوش ال في اتش، ما عندوش دايليتد فنتريكل، عيان نورمال ازاي اعمل اسسمنت للدايستوليك فانكشن، لان دي فيها قصه. والحاجه الثالثه ازاي اعمل اسسمنت للليفت فنتريكولار فيلنج بريشر، لان الليفت فنتريكولار فيلنج بريشر هو ده اللي بيفرق في السيمتومز بتاعت العيان. العيان اللي عنده اليفيتد ليفت فنتريكولار فيلنج بريشر هتلاقيه بيبقى عنده ديسنيا حتى لو هو نورمال سيستوليك فانكشن. يبقى الثلاثه ايتمز اللي هنتكلم عليهم، بقيس ايه عشان اعمل اسسمنت للسيستوليك فانكشن، ازاي هعمل اسسمنت في العيانين النورمال ليفت فنتريكل، والاخر حاجه الاسسمنت اوف ليفت فنتريكولار فيلنج بريشر. الدايستولي طبعا اهم من السيستولي لان هو اوكيبايز 2 ثيرز اوف ذا كاردياك سايكل، والدايستوليك ديس فانكشن بتبتدي قبل السيستوليك ديس فانكشن، فالعيانين اللي عندهم مايوكارديال انفاركشن هتلاقي عنده دايستوليك ديس فانكشن بالرغم ان السيستوليك بريزيرفد. العيانين عندهم ال في اتش هتلاقي عندهم دايستوليك ديس فانكشن عامله له ديسنيا ولسه السيستوليك فانكشن بتاعته بريزيرفد. نورمال دايستولي يعني العيان بيحصل كومبليت اند افيشنت فيلنج اوف ذا ليفت فنتريكل ات فيسيولوجيكال بريشرز، يعني مش محتاجه ان الليفت اتريال بريشر يزيد عشان يملا الليفت فنتريكل. هو ده الكورنر ستون اللي تخليه في الباك مايند بتاعتك وانت بتتكلم على الدايستولي. يبقى ايا كان الايج بتاع العيان بعرف الليفت فنتريكل بيعرف يبقى كومبليتلي فيلد اثناء الدايستولي من غير ما يحصل اكسترا بريشر جوه الليفت اتريال، فبالتالي مش هيبقى فيه بريشر ريفريكتد على البلمونري فينز، فبالتالي العيان مش هيبقى ديسنك، مش هيبقى كومبليننج. الكلام ده مفروض يحصل اثناء الريست واثناء الاسترس. اول حاجه هنتكلم عليها ايه الحاجات اللي انا محتاجه اجيبها عشان اعمل اسسمنت للدايستوليك فانكشن. عندي مينلي خمس حاجات: المايترال انفلو، التيشو دوبلر انيولار فيلوسيتيز، ليفت اتريال فوليوم، بالمونري فينس فلو، والترايكاسبيد ريجورج فيلوسيتي. لان العيان لو عنده ليفيتد ليفت اتريال بريشر هيبقى ريفلكتد على الرايت سايد، هيعمل لي ليفيتد رايت فنتريكولار سيستوليك بريشر او الترايكاسبيد ريجورج هيبقى عالي. ليه محتاجه ان انا اقيس الخمسه مش حاجه واحده بس؟ لان مفيش حاجه لوحدها هعرف اعمل منها اسسمنت للدايستوليك فانكشن في كل عيان. يبقى محتاجه ان انا اشوف الخمس نقط دول او اربعه منهم اتليست اللي هو من غير البالمونري فينس فلو مش محتاجه في كل العيانين علشان اعرف اعمل اسسمنت للدايستوليك فانكشن. المايترال انفلو احنا قلناها واحنا بنتكلم على البيزك فيوز، انا بجيب من الابيكال فور تشامبر، بحط بالسد ويف اللي هو اللاين المنقط ده، وبحط السامبل فوليوم 2 من 1 ل 3 مليمتر ما بين المايترال فالف ليفلس، يعني بحطهم عند التيبس بتاعه المايترال فالف. ليه؟ لانها هتختلف الفيلوسيتيز بتاعتهم لو انا حطيتهم هنا من لو حطيتهم هنا. يبقى المكان اللي بحط فيه البلس ده مهم جدا، بحط الواحد 3 مليمتر عند التبس بتاعه المايترال فالف. ايه اللي بجيبه؟ بجيب اي واي زي ما احنا شفناها في النورمال، وبريكورد منها الاي ويف فيلوسيتي، يعني بقف في النقطه هنا وبقيسها،
وبقيس الاي ويف فيلوسيتي، وبالتالي الجهاز بيحسب لي الاي اي ريشيو، وبحسب ديسيليريشن تايم للميترال اي ويف. اهي بقف على الاي والاي والديسيليريشن تايم. الديسيليريشن تايم هو التايم اللي بتاخده الاي عشان توصل للبيز لاين للزيرو، نورمالي من 140 ل 240 ملي سكند. الداتا دي هنعمل لها انتربريتيشن ازاي؟ هنتكلم في الكلاسيفيكيشن. يبقى احنا عرفنا اول حاجه بنجيبها الميترال انفلو، بحتاج اقيس منه ايه. التيشو دوبلر بعمل الاينمنت للسامبل على اللاترال وعلى السيبتال وعلى اللاترال ميترال انيولاري، وبحط السامبل فوليوم على الانيولس مش على الليفلتس، يعني بحطها على البيزل بارت اوف ذا سيجمنت او اوف ذا وول، على الميديال وعلى اللاترال. بجيب ويفز اللي هي الاس والاي والاي، واللي بحتاجه في الدايستوليك فانكشن اسسمنت الاي برايم فيروسي، عشان نفرقها من الاي بتاعه الميترال بسميها اي برايم فيروسي اللي هي دي، بقيس مجرد بقيس البيك بتاعتها. التيشو دوبلر بيختلف قوي الحرق مع اللودنج كونديشنز ومع السايكل لينث، فمفروض ان انا ما باخدش رقم واحد، باخد المين بتاع 3، بقيس 3 سايكلز وباخد المين بتاعها. نورمال فاليوز ان اللاترال اي برايم فيلوسيتي بتبقى اكتر من 12 سنتيمتر بير سكند، والسبتال اكتر من 10 سنتيمتر بير سكند. ده النورمال، اكتر من 12 نورمال، اكتر من 10 نورمال، اللاترال اكتر من السبتال. تمام. الاي برايم بتقل طبيعي مع الايجنج، بقدر احسب من الاي على الاي برايم فيلوسيتي الليفت فنتريكولار فيلنج بريشر، عشان اعرف احكم على العيان ده عنده elevated feeling pressure محتاج treatment او محتاج حاجة تساعده ولا ما عندوش feeling pressure. يبقى اهميتها ان انا بحسب منها grading of diastolic dysfunction، والحاجة التانية ان انا بحسب منها الـ E على الـ E prime علشان احكم فكرة عن الـ feeling pressure. normal هي اقل من 8، اكتر من 15 دي اكيد عيان عنده elevated feeling pressure، معناها ان الـ pulmonary capillary wedge pressure بتاعه اكتر من 20. من 8 ل 15 هي دي الجراي زون اللي ابتدت الجايد لاينز تتكلم عليها هنعمل فيها ايه. ماشي. الاليفيتد اي على اي برايم دي معناها اليفيتد فيلنج بريشر، ومعناها ان هي العيان ده هذا بور اوت كم، يعني البروجنوز بتاعه اوحش من عيان نورمال فيلنج بريشر حتى في الاكيوت ستيج. يبقى احنا كده اتكلمنا على الميترال انفلو، اتكلمنا على الميترال انيولار فيلوسيتي، ثالث حاجه الليفت اتريال فوليوم. الليفت اتريال فوليوم بقيسها من الابيكال 4 وابيكال 2 بنفس الطريقه اللي قست بيها الليفت فنتريكولار فوليوم، بعمل تريسنج للليفت اتريوم من الميترال انيولس لغايه الميترال انيولس الناحيه الثانيه، والجهاز اوتوماتيك اللي بيجنريت ده از ستريت لاين، وبقيس ليفت اتريال فوليوم بقيسها من الابيكال 4 والابيكال 2. بقيسها امتى؟ جاست براير تو الميترال فالف اوبننج، يعني اوسع حاجه في الفنتريكل قبل ما الميترال فالف يفتح على طول، لان الليفت اتريوم ده بيحصل له امتنج فبيفضى، فانا محتاجه اعرف انهي وقت اللي هقيس فيه، هو قبل ما الميترال فالف يفتح على طول. ماشي. وبعمل لها اندكس للبودي سيرفيس اريا من 8 نورمال لغايه 28 ملي برمتر سكوير. الكلام اختلف في الجايد لاينز عشان عايزين يقللوا الفولس بوزيتيف، بس احنا عندنا النورمال لغايه 28، من 28 ل 34 ده مايدلي دايليتد، من 34 ل 40 moderately dilated، اكتر من 40 severely dilated. خلينا ان احنا حاطين في بالنا ان احنا اخرنا 34 ملي بير متر سكوير. البلمونري فينس فلو ساعات بحتاجه، اتفقنا ان احنا بنجيبه من الابيكال فور تشامبر، بفتح البلمونري فالف. طبعا اتس فيري ديفيكلت، حتى في الجايد لاينز مكتوب ان هو ديفيكلت، مش كل عيان بتعرف تجيبه. اللي بتعرف تجيبه الرايت ابر بلمونري فين، وساعات بتجيب الليفت ابر بلمونري فين. بفتحه بحط الكرسر بتاعي او السامبل فوليوم جاست على الانترنس بتاعته، على فتحته بالظبط عشان تو ريكورد الويفز. شكلها ايه؟ شكلها اس ودي زي الاي والاي واتريال ريفرسر. بحتاج ان انا اقيس الاس والدي فيلوسيتيز، والاتريال ريفرسر دي بحتاج التايمنج بتاعها، للي هيقرا اكتر هيشوف التايمنج بتاعها ده بيختلف، يعني بتاخد الاتريال ريفرسر بتاخد قد ايه وقت مش فيلوسيتي. الاس في ويف فيلوسيتي والدي ويف فيلوسيتي، وباخد الاتريال ريفرسال، باخد الديوريشن بتاعها مش الفيلوسيتي. دي الداتا اللي انا بحتاجها. نورمالي ان هم عندهم اس دوميننس، لكن في اليونج بوبوليشن ممكن الدي تبقى دوميننت،
يعني زي الاي اي المفروض الاس تبقى اعلى، لكن في اليونج ساعات بتبقى الدي هي الدوميننت. يبقى كده اتفقنا الاربع حاجات اللي هنقيسها هي الميترال انفلو، التيشو دوبلر فيلوسيتيز، البالمونري فين لو احتاجته، اخر حاجه الترايكاسبيد ريجورج اللي جبناه من الكونتينيو زي ما شفنا في المحاضره اللي فاتت. علشان عندي الاربعه دول هم اللي هعرف احكم بيهم عيانين عندهم دايستوليك ديسفانكشن ولا لا. الجايد لاينز حطيت لك سكيما تمشي عليها علشان تقول العيان عنده دايستوليك ديسفانكشن ولا لا في العيانين اللي هم نورمال فنتريكل، عيان ما عندوش ال في اتش، ما عندوش سيجمنتال والموشن اب نورماليتي، نورمال فنتريكولار دايمنشنز. يبقى انا محتاجه ان انا اربع، عندي اربع ايتمز هعملهم علشان اقول نورمال ولا اب نورمال ليفت فنتريكولار دايستوليك فانكشن. الاي برايم فيلوسيتي، الاي على الاي برايم، الماكسيمم ليفت فنتريكولار ليفت اتريال فوليوم اندكس، والترايكاسبيد ريجورج فيلوسيتي. الهدف ان انا اقلل الفولس بوزيتيف اللي احنا كنا بنعمله، ان انت اي عيان فوق ال 40 كنت بتكتب عنده دايستوليك ديسفانكشن جريد 1، ده غلط. ولو لقيتهم ان هم نورمال تقول يبقى ده اكيد سودو نورمال، يبقى ده جريد 2 which is not true. الهدف ان انا اقلل الفولس بوزيتيف، فالجايد لاينز طلعت بالكات اوف فاليوز عشان تخليها مور سبيسيفيك، وحطت الاربعه ايتمز لازم يبقى عندك على الاقل ثلاثه منهم موجودين. الأربعة items الـ E prime velocity، وهتلاقي الـ cut-off values بتاعتهم قللوها عن اللي احنا كنا قللينها، فالسبتال بقت أقل من 7 واللاترال أقل من 10، الـ E على الـ E prime أكتر من 14، left atrial volume index أكتر من 34، TR jet velocity أكتر من 2.8. يبقى التلاتة patients with normal left ventricle، عندي الأربع حاجات اللي بعمل لهم assessment، الاي على الاي برايم اكتر من 14، الاي برايم فيلوسيتي اقل من 7 سبتال واقل من 10 لاترال، دي او دي تي ار اكتر من 2.8، ليفت اتريال اكتر من 34. لو عندي 3 من الاربعه بوزيتيف يبقى العيان ده دايستوليك ديسفانكشن، يعني عندي 3 بوزيتيف يبقى العيان ده دايستوليك ديسفانكشن، عندي 3 نيجاتيف يبقى ده نورمال دايستوليك فانكشن، 3 مش جايبين الكات اوف فاليو دول يبقى ده نورمال، 3 جايبينها يبقى اب نورمال، عندي 2 و2 يبقى انا مش هعرف احدد الدايستوليك فانكشن في العيان ده، يعني عندي اي اي على اي برايم واي برايم فيلوسيتي بس، يبقى انا مش هعرف احدد الدايستوليك ديسفانكشن في العيان ده، هحتاج اعمل مور انفستيجيشنز. تمام، لو العيان سيمتوماتيك هعمل له حاجه اسمها ستريس تيست، دايستوليك ستريس تيست. يبقى ازاي بعمل اسسمنت للدايستوليك فانكشن في العيانين النورمال اجكشن فراكشن او النورمال ليفت فنتريكل؟ اربعه ايتمز زي ما اتفقنا بالكات اوف فاليوز بتاعتهم، لقيت ثلاثه منهم بوزيتيف يبقى العيان عنده دايستوليك ديسفانكشن، ثلاثه نيجاتيف يبقى العيان ما عندوش، 2 و2 يبقى انا في الجراي زون، انا مش عارف احكم على الدايستوليك فانكشن بالكرايتيريا دي. ليه اخدين كل ده؟ لان مفيش نون اوف ذا انديسز شود بي يوزد ان ايزوليشن، يعني مش واحد بس هقدر احكم بيه على، ما ينفعش كده، هتشخص كل العيان عندها دايستوليك ديسفانكشن، دايستوليك ديسفانكشن دي بقت يعني دايليما قصه. فبالتالي محتاجه اكتر من 2 علشان اقول العيان عنده دايستوليك ديسفانكشن ان نورمال فنتريكل. ده النورمال. العيانين بقى الاب نورمال اللي هو عنده ال في اتش، عنده امبيرد سيستوليك فانكشن، عنده مشكله ثانيه، محتاجه ان انا اعمل اسسمنت للدايستوليك ديسفانكشن جريد والليفت فنتريكولار فيلينج بريشر. الاليفيتد فيلينج بريشر هو المين فيسيولوجيكال كونسيكونس اوف دايستوليك ديسفانكشن، فهي دي الحاجه اللي انا هدور عليها، هو ده الحاجه اللي تهمني، العيان ده عنده اليفيتد فيلينج بريشر ولا لا. اليفيتد فيلينج بريشر يعني بالمونري كابيلاري ويدج بريشر اكتر من 12 وان دايستوليك بريشر اكتر من 16، مفروض ان ده ما بيتغيرش كتير في الهيلثي بوبوليشن اثناء الاكسرسايز، يعني اثناء الاكسرسايز مفروض ان هو ما بيعلاش كتير، فبالتالي يبقى العيان نورمال دايستوليك فيلينج في الريست والستريس. الكي فاريبلز اللي انا محتاجه احكمها اقيسها علشان احكم على الجريد او الليفت فنتريكولار فيلينج بريشر، الميترال فلو فيلوسيتي، الاي برايم فيلوسيتي، الاي على الاي برايم، الترايكاسبيد ريجورج جت فيلوسيتي، والليفت اتريال فوليوم اندكس. يبقى دول الخمس حاجات اللي انا بحتاج ان انا احكم بيهم على الدايستوليك فانكشن. بص هو جراف معقد حبتين بس هنحاول نفهمه مع بعض.
هنبتدي فيري سيمبلي في الاول، انت بتحط مايترال فلو بتقيس اي على ايه، واي برايم والاي فيلوسيتي العاديه اللي هي انت جايبها من البولسد ويف من الابيكال فور تشامبر. لقيت عندك 3 اوبشنز، لقيت ان الاي على الاي ريشيو اكتر من او تساوي 2. يعني انا بتكلم في عيانين ابنورمال فنتريكل، النورمال قصته مختلفه، احنا بنتكلم على ابنورمال. ابنورمال اي سبب عنده، ال في اتش عنده، سيجمنتال والموشن عنده، اي سبب. وفي حاجات اكسكلودد هنقولها، هو ايه الاكسكلود ما بعرفش اعمل تي اسسمنت اوف دايستوليك فانكشن. لقيتها اكتر من 2 يبقى انا كده بتكلم على الليفيتد ليفت اتريال بريشر جريد 3 دايستوليك ديسفانكشن، ده طلع بره الحسبه بتاعتي خلاص. يبقى لقيته اكتر من 2 الاي اي ريشيو العاديه اللي انا جايبها من الابيكال فور تشامبر بالبولس ويف، يبقى انا كده بتكلم على الليفيتد فيلينج بريشر وعيان جريد 3 دايستوليك ديسفانكشن. لقيتها اقل من 0.8 يعني ريفرسد، بس الاي فيلوسيتي اقل من 50، يبقى انا كده بتكلم على جريد 1 دايستوليك ديسفانكشن ونورمال فيلينج بريشر. مفروض ان جريد 1 ده معاها نورمال ليفت اتريال فيلينج بريشر، ومفروض انه ما بيبقاش بيشتكي قوي. لو لقيته بيشتكي هدور على حاجه تانية، يا اما هشوف عنده كرونيك ارت ديزيز ولا لا، يكون دي انجينا ايكويفالنت، يكون العيان عنده مفيش كرونيك ارت ديزيز، هيبقى هدخل في الدايستوليك ستريس تيست. ماشي، يبقى عندي الاكتر من 2 ده خلاص طلعنا منه ده جريد 3، اللي من 0.2 اقل من 0.8 ريفرسد معاها اي ويف فيلوسيتي اقل من 50 يبقى ده جريد 1. عندي النقطه اللي في النص بقى اللي هم اقل من 0.8 يعني ريفرسد لكن الاي ويف اكتر من 50 او من 0.8 لغايه 2 اللي احنا كنا بنقول عليه سودو نورمال. ماشي، ده محتاجه اعمل فيه ايفالويشن لثلاثه فاريبلز اللي هو من 0.2 ل 2، ثلاثة فاريبلز. بشوف الاي على الاي برايم، بشوف التي ار، وبشوف الليفت اتريال فوليوم والكات اوف فاليو زي ما احنا قلناها في النورمال اللي هم اكتر من 14 2.8 التي ار واكتر من 34 ليفت اتريال فوليوم. لقيت الثلاثة نيجاتيف او 2 نيجاتيف يبقى العيان ده جريد 1. لقيت الثلاثة بوزيتيف او 2 من الثلاثة بوزيتيف يبقى العيان ده جريد 2 دايستوليك ديسفانكشن معاهم اليفيتد ليفت اتريال بريشر. يبقى الثلاثة ايتمز، الثلاثة نيجاتيف او 2 نيجاتيف من الثلاثة يبقى ده جريد 1 ونورمال فيلينج بريشر. لقيت الثلاثة بوزيتيف او 2 من الثلاثة بوزيتيف يبقى ده اليفيتد فيلينج بريشر وجريد 2. لو ما عرفتش اعمل اسسمنت غير 2 بس، يعني ما عرفتش اجيب تي ار مثلا، يبقى انا عندي 2 بس بقيسهم، الاثنين نيجاتيف هقول عليه ان ده جريد 1، الاثنين بوزيتيف هقول عليه ان هو جريد 2 دايستوليك ديسفانكشن. لو لقيت واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف يبقى انا ده كان نوت بي ديترمايند دايستوليك ديسفانكشن، مش هعرف اعمل لها اسسمنت، وفي التقرير هكتب ان انا مش عارفه اعمل اسسمنت للدايستوليك ديسفانكشن في العيان ده. تمام، يبقى كده يعني حاولنا نبسطها اكتر ما يمكن. لو حد عنده اسئله في ناس معرفش اطبق عليهم الكلام ده، اللي هو ما يصحش انك تكتب في التقرير بتاعك assessment of diastolic function في العيانين دول. مين؟ عيان عنده AF مش هعرف اعمل فيه assessment، عيان عنده sinus tachycardia of used E و A مش هعرف اعمل فيه assessment، significant mitral valve disease. significant يعني ايه؟ يعني اي degree of mitral stenosis ده كده خلاص طلع بره حسبة diastolic dysfunction assessment. اكتر من grade 2 mitral regurg او mitral annular calcification محترم، لان الانيولس هتبقى ما بتتحركش، يبقى الميترال فالف ديزيز ده بيعمل ليميتيشن للاسسمنت اوف دايستوليك فانكشن. الليفت باندل برانش بلوك او العيانين اللي مركبين بيس ميكر والليفت فنتريكولار اسيستد ديفايس، الحاجات الكومن اللي احنا بنشوفها الاي اف والميترال فالف ديزيز. يبقى لما الاقي عيان عنده اي اف او ميترال فالف ديزيز ده ما بعرفش اعمل فيه اسسمنت اوف دايستوليك فانكشن. ليها حاجات عشان اقول الدايستوليك فيلينج اخباره ايه، بس القصه يعني لقيتها هتوسع مني قوي او هتوسع عليكم قوي، فاللي عايز يرجع لها ممكن يرجع لها في الجايد لاينز. يعني الاي اف مثلا بياخدوا الاي على الاي برايم بس، الساينس تاكيكارديا نفس القصه بياخد الاي على الاي برايم بس، ومنها بحكم على نورمال فيلينج بريشر ولا ابنورمال فيلينج بريشر من غير ما اعرف اعمل جريدنج. يبقى كده علشان الخص الجريدنج، النورمال بيبقى الفيلينج بريشر بتاعه نورمال، الاي ريشيو اكتر من 0.8، الاي على الاي برايم اقل من 10، التي ار اقل من 2.8، والليفت اتريال فوليوم اندكس نورمال. جريد 1 الليفت اتريال بريشر ممكن يكون لو او نورمال، ما بيبقاش اليفيتد في جريد 1. الريشيو ريفرسد
الاي على الاي برايم اقل من 10، التي ار اقل من 2.8، والليفت اتريال فوليوم ممكن يبقى نورمال وممكن يبقى انكريز. جريد 2 وجريد 3 ده اليفيتد فيلينج بريشر. فالاي على الاي برايم بتبقى من 10 ل 14 في جريد 2، و 2.8 الترايكاسبيد ريجورج اكتر منها والليفت اتريال فوليوم كبير، اكتر من 14 في جريد 3 والليفت اتريال فوليوم كبير في جريد 3. تمام، يبقى ده رافلي الجريدنج بتاع الدايستوليك فانكشن. الدايستوليك ستريس تيست اللي عايز ياخد فكره عنه، ده العيان اللي هو عنده جريد 1، انا لقيته جريد 1 ولسه بيشتكي من ديسنيا، فهعمل له دايستوليك ستريس تيست. بعمل ستريس بالبايسكل او بالدوبيتامين ايا كان، وباخد او بتريدميل وباخد الميترال اي والاي برايم والتي ار في الريست وات ستريس، او بعد دقيقتين ما يخلص الاستريس عشان يكونوا ما بقوش فيوزد. مفروض التست is considered positive when all of the following three conditions are met during exercise. الاقي الاي على الاي برايم زادت بقت اكتر من 14 في اللاترال الافريج، او السبتال بقت اكتر من 15، التي ار عالي اكتر من 2.8، او السبتال اي برايم فيلوسيتي بقت اقل من 0.7، اقل من 7 سنتيمتر بير سكند. يبقى العيان اثناء الريست ما كانش عنده الكلام ده، ومع الاستريس حصل له الكلام ده، يبقى عنده دايستوليك ديسفانكشن اكتر من جريد 1، او السيمبتومز بتاعته ده ريليتد للدايستوليك ديسفانكشن. احنا كده يعني يبقى الكونكلوجن بتاعنا الدايستوليك فانكشن شود بي انكلودد روتين ان ريبورتس وين فيزيبل بارتيكولارلي ان بيشنتس ريفيرد فور سيمبتومز اكزامبل ديسنيا او دايجنوزس اوف هارت فيلير. لازم اعمل كومنت على الليفت فينتريكولار فيلينج بريشر والجريدنج اوف دايستوليك فانكشن، ومهم ان انا اقارن العيان بنفسه في المرات اللي فاتت، لان هو العيان اللي في جريد 2 دايستوليك ديسفانكشن لو عنده اليفيتد فيلينج بريشر، لو اخد تريتمنت تصلح الحاجات التانية، يعني عمل كنترول الهايبرتنشن، عالج الاسكيميا، حتى لو ميديكال عمل ادجستمنت ممكن يتحسن. فانا بقارن العيان بالريبورتس اللي فاتت علشان البروجنوزس. شكرا جزيلا للريفرنسز بتاعتنا، اللي حابب يرجع لها ده ريكومنديشن اوف كارديك تشامبر كوانتيفيكيشن، ده موجود فيه كل التشيمبر ونازل في الجاك في الجورنال امريكان سوسايتي اوف ايكوكارديوجرافي 2015، والدايستري نازل في نفس الجورنال 2016 بكل الديتيلز بتاعتها اللي عايز يرجع لمور ديتيل. ثانك يو، شكرا جزيلا. اللي عنده اي اسئله